محمد جمال، هنشرح النهارده الفيفر او اللي هو الاكيوت برينفرايتس، يعني سبيسيفيكلي اللي نبيل او جابر على حسب. كل جروب يبعت لي غياب مجموعة على الواتساب يا جماعه لو سمحت. قلب تاني. كل جروب يبعت لي غياب مجموعته على الواتساب. هنعمل بس مراجعه للهيستوري كده بسرعه عشان الناس اللي مش معانا. منال از 5 يير اولد جيرل، ودي ركزوا في السن عشان هيتمنا في حاجات كتير في الدايجنوزس في التريتمنت. هو هاز بين باسنج يورين فريكوينتلي فور ذا لاست 2 دايز اند كومبلينينج اوف بين وين دوينج انترابشن. ثواني يا محمد لو سمحت. لو جماعه لو سمحتوا كله مجموعه تبعت لي غياب بتاعها على الواتساب دلوقتي. 1:05 بالظبط كل الغيابات بتاعت السيشن الثانيه تبعتي. اتفضل يا محمد كمل. ماشي. Her parents have brought her to A&E today because they measured a temperature of 39 Celsius using a fluoride thermometer and she had an episode of violent shock. She has also complained of pain in her back and vomited 3 times today. قلب. ماشي. In brief كده السيمتومز اللي ممكن نجمعها من الداتا بتاعت الهيستوري: urinary frequency وديسيوريا وفيفر ورايجورز وباك بين وفومتنج. كمل. ماشي. الاكزامينيشنز شي از فلاشد اند ميزرابل. وفلاشد هنا طبعا عارفين زي ما احنا كنا عارفين اللي هو بسبب الفيفر، والهير تمبريتشر از 39.1 سيليزيوس ودي هاي جريد فيفر، لان زي ما احنا عارفين اللو جريد بيكون تحت 38 والهاي جريد فوق 38. الهارت ريت 130 بيتس بير مينيت، وبرضه الهارت ريت عالي بسبب الفيفر، يعني معظم السيمتومز دي بسبب الفيفر اصلا، ما لهاش علاقه يعني بالدايجنوز بتاعنا. الريسبيراتوري ريت 25 مينيت ده يعتبر نعم تمام. الريسبيراتوري ريت 25 بير مينيت وده يعتبر ده النورمال في التشايلد، لان التشايلد بيكون من 20 ل 30. والاكسجين ساتوريشن از 99 بير مينيت ان اير. اللي بقى الكابيلر ريفيل 2 سكند. هو هنا الكابيلر ريفيل مالوش علاقه قوي بالدايجنوز، بس هو عمله عشان الكابيلر ريفيل بيانديكيت اكتر لو هو لو هو 2 سكند ده النورمال. لو اكتر من 2 سكند بيبقى العين دي هايدريتد وممكن يخش في شوك. فانا يعني في اسوشيتد ذس كونديشن بتكون مع الفيفر معها الشوك، فانا بلحق العين بدري يعني. بس هي مش اسوشيتد قوي بالكيس بتاعتنا، بس هو كان لازم تشيك عليها يعني. الكاردياك سيستم نورمال والريسبيراتوري سيستم نورمال. الابدومينال اكزامينيشن بيشو ابدومينال سوفت اند نوت ديستندد ورايت لوين ديسكومفورت. والجينيتال سيستم نورمال، وده كده يعني اسسبكت ان هي حاجه يعني مش اسندنج انفكشن او حاجه، بس هنقول قدام. الهيموجلوبين 11 وده يعتبر نورمال، لان النورمال بيكون من 10.5 ل 14. الواي بي سي كاونت 20,000 وده يعتبر فيه ليكوسايتوزس، لان النورمال من 4 ل 11. وفي الليكوسايتوزس اللي فيه نيتروفيليا فيها، لان لو بوليمورف نيوكليير ليمفوسايت بيكون 80% وهي النورمال بتاعها من 40 ل 60. والليكوسايت 20% وده يعتبر ليها نورمال لان هي من 20 ل 40 في الغالب يعني. وباكاز سيري اكتيف بروتين بيكون 60 وده نورمال برضو، لان لا اسف ده عالي جدا لان هو النورمال بتاعها بيكون من 6 فيما فوق، حاجه بسيطه يعني. كمل. ماشي. بقى من الداتا اللي احنا جمعناها او من اللي احنا قلناه في الكيس ده، ممكن ايه اللي هنجاوبه بقى؟ هنقول الديفرنشال دايجنوزس، وهنقول البروبابل دايجنوز اند واي، وهنقول انفستيجيشن تو كونفيرم الدايجنوزس اللي هي الحاجه الزياده على اللي احنا قلناه ورا، وهنقول بلان اوف تريتمنت، وهنقول الالجوريزم تو ابروتش فور ساتش كيس. كمل يا جابر. ماشي. الديفرنشال دايجنوزس هو من السيمبتومز في الهيستوري بس ممكن نسسبكت اصلا هم الاربعه دول، اللي هم الابر يو تي اي او سبيسيفيكالي باينفرايتس، او تكون لور يو تي اي اللي هو سيستايتس اند يورسترايتس، او الابندسايتس والجاسترنترايتس. ولو ان الابندسايتس يعني هتكون اجنست بنسبه كبيره لان الابدومين سوفت ونوت ديستندد، والجاسترنترايتس برضه مستبعده برضه لان ما لهاش الكلينيكال سيمبتوم بتاعتها الاساسيه زي الدايريه والابدومينال كرامب والبور ابيتايت. بس يبقى احنا نسسبكت يا اما ابر يو تي اي يا اما لور يو تي اي في الغالب يعني. إيه انهي واحد فيهم بقى بالظبط؟ ده اللي هنقوله السلايد الجايه. ماشي. بروبل دايجنوز اند واي. الموست بروبل دايجنوز هو الابر يو تي اي او اللي هو الاكيوت باينفرايتس، اللي هو موست بيكون بكتيريال ان اورجن. ماشي. طب احنا الاول سسبكت اليو تي اي منين؟ هو سسبكت اليو تي اي لان في تو اريتيتيف فويدنج سيمبتومز اللي هم الديسيوريا اند في يورينير فريكونسي، بلس ان في فيفر فوميتنج. يعني دي الكلاسيكال سيمبتومز بتاعت اي يو تي اي المفروض اسسبكت يعني. طب انا بقى ازاي بقى افرق ديفرنشيت ما بين الابر واللور من السيمبتومز بس قبل ما اخش على الانفستيجيشن؟
السجستيف سيمتومز الابر يو تي اي اللي هو بينفرايتس، يعني بنركز على البويلين شيفرنج والفوميتنج والهاي جريد فيفر اللي هي كانت 39 في الكيس، والباك بين اللي هو كونفيرمد باي لون بين باي اكزامينشن. فبالحاجات الاربعه دول كده سسبكت اكتر ناحيه الابر واللور، بالذات الباك بين يعني اللور كده خلاص مستبعد بنسبه كبيره. واخر حاجه خالص طبعا ونتيجه ان الواي بي سيز عالي والانفلاماتوري ماركرز السي ار بي عالي، فاحنا كده سسبكت ده بكتيريا من اوريجين لحد ما، بس لسه مش كونفيرم لحد ما نعمل الكالتشر واليورين اناليسيس. ماشي، طب اخر نوت بس بسيطه، ليه اصلا سسبكت يعني ليه بنقعد نفرق بين الابر واللور يو تي اي؟ يعني هنستفاد ايه؟ لا هو يعني في نوت كده مهمه، اللوكاليزيشن اوف يو تي اي امبورتنت، لان الابر يو تي اي اللي هو الاكيوت بينفرايتس بيكون اسوشيتد مور فريكوينتلي مع بكتيريميا واناتوميكال ابنورماليتيز دان ان كومبليكيتد سايتس. يعني في الغالب البينفرايتس بيحصل معاه كومبليكيشن اكتر او اتوقع اللي هو معاه ابنورماليتيز اكتر من اللور، عشان كده لازم افرنشيت ما بينهم ايرلي عشان قبل ايه، عشان لسه في حاجات ممكن تشيك على او امنع الكومبليكيشن اللي هتحصل بعد كده من الاكيوت بينفرايتس. تقلب ماشي اليورين تراكت انفكشن او يو تي اي، عادي كلام اللي فات ده تاني معلش، اللي هو انهي اللوكاليزيشن ولا كله؟ ماشي، هو مكتوب في نيلسون ان اللوكاليزيشن اوف يو تي اي امبورتنت بيكوز الابر بايلينفرايتس بي اسوشيت مور فريكوينتلي ويز بكتيريميا اند اناتوميكال ابنورماليتيز، يعني بيكون معاه كومبليكيشن اكتر، يعني عشان كده بس يعني بهتم بيه اكتر من الانكومبليكيتد سايتس اللي هو اللور. بس انا في حاجه خايف منها. نعم، أيوة. دي اهم كومبليكيشن انت خايف منها في الابر يو تي اي اظن رينال ابسس ولا في حاجه ثانيه؟ لا دكتور المفروض في او ار ديجريتوري ريفلكس. لا طب كملوا يا جماعه كملوا، لو ما لقيتكوش قلتوا الكلام هبقى اقوله انا. كملوا. طيب خلاص ماشي. اليورين تراكت انفكشن الديفينيشن بتاعها هي يو تي اي عباره طبعا تراكت انفكشن بس بتنكلود تو مين تايبس، سيستايتس اللي هو بيكون انفكشن لللوكاليز بالذات للبلادر طبعا واليوريثرا لو طبعا ده انكلود اللور يعني، والبايلنفرايتس اللي هو الابر يو تي اي وده بيكون انفكشن لاي حاجه في الرينال سواء رينال برينكيما كاليسز رينال بلفيس، او ساعات طبعا لو كومبليكيتد البايلنفرايتس بتبقى في صوره رينال ابسس ويتش مي انترا رينال او برينيفريك. ماشي، ايه الايتيولوجي بتاعها؟ هو عندنا كذا اورجانيزم بس مينلي بنسبه كبيره هو الايكولاي ده، وبيكون في الغالب بيكون اسيندنج فروم البرينيوم فلورا، وده بيأكاونت فور 85% من الفيرست انفكشن في الغالب. في بكتيريا تانية الجرام نيجاتيف برضه سسبكت بس النسبه اقل شويه زي الكليبسيلا والبروتيوس والانتيروكوكس والسودوموناس والانتيروباكتر. كان في الاستافيلوكوكس سابروفيتيكس دي بتاسوشيت مع اليو تي اي بس في شويه كيسز كده معينه زي التشيلدرن، وبتكون اكثر 15% من الادولسنت جيرل. والاستاف اورياس بقى اللي هي البرود اكتر في النوع الاستاف يعني، لا دي انكومن كوز في تي اي عموما لان يعني بتريبريزنت دايما ببكتيريميا وبتسيد في اليورين تراكت انفكشن، يعني مالهاش اي علاقه مش دايركت انفكشن يعني. ماشي، في نوت بس كانت الدكتور طلبها يعني في السي بي ال، ايه الديفينيشن بتاع الكرنت يو تي اي؟ هو عباره عن تو سيمتوماتيك سيبريت او دايسيكريت يو تي اي ابيسودز يوجوالي كوز by unresolved bacteria or reinfection. بس في حاجه دكتور في الديفينيشن ده ولا ده مظبوط؟ عشان انا ما لقيتوش في نيلسون بصراحه بس جبته من ام سي بي اي يعني. انا عايزه افرق بين recurrent infection اوكي عشان اقول انها ريكرنت، يبقى لازم الاورجانيزم اللي موجود في المره دي مختلف عن الاورجانيزم اللي موجود مع المره اللي فاتت. تمام ده خلاص. ايه اللي بقى جابر دكتور؟ طب ممكن يطلع نفس الاورجانيزم مرتين ولا ايه؟ بالظبط مش فاهمه دكتور اشمعنى يعني نسميها ايه بقى في الحاله دي؟ كرونيك؟ لا Untreated. Relapse. Non-resolved. احنا بنتكلم على الناس اللي عندهم certain predisposing factors في recurrent infection.
تمام ماشي. ولازم تحصل بعد قد ايه من الانفكشن الاولانيه؟ روما تقريبا اكتر من مرتين 6 شهور او 4 في السنه حاجه كده صح؟ لا ده ثلاثه في سنه او مرتين. ده في الادلت. شفت في الديفينيشن كان مكتوب تو سيبريت وخلاص ما سيمتوماتيك يو تي ما جابش بقى كم قد ايه مده مش عارف. اثنين في 6 شهور او 3 في سنه ده اللي خدناه قبل كده. ممكن ندور عليها ونحطها يا جماعه، ممكن ندور عليها ونحطها ونبروسيد دلوقتي، مش مشكله دلوقتي. تمام بالظبط بروسيد ماشي. الابيديميولوجي الانسيدنس عموما في اليو تي اي بتكون الجيرلز اكتر 3% والبويز اقل شويه 1%، وبيكون في تو كونديشن يعني بيكون في ثاني ثاني ايج ثاني ايج. والله حاضر هقول تحت ثواني دي واحده بس. اليو تي اي ديورنج بيكون زير بيو بري بيوبرتال لايفز سبيشالي لايست انسيدنس بتاعته في الفيرست يير اوف لايف، ده كده اكتر حاجه. الولاد اكتر من البنات في انهي ايج والبنات اكتر من الولاد في انهي ايج؟ معلش والله والله دكتور تحت هي لسه هقولها دلوقتي حالا. الانسنس في تي اي في ديورنج فيرست لايف اكتر من فيرست لايف، هو دي اللي فيها الاكسبشن. طب هقولها طب وبعد كده لو في حاجه هنشوفها. اوكي معلش انا اسفه انا مش شايفه كويس. ها لا لا دكتور ديورنج فيرست يير اوف لايف القاعده اللي احنا قلناها فوق دي الاكسبشن الوحيد ليها، الميل بيكون اكتر من الفيميل. طب ايه الريسك فاكتور للموضوع ده؟ لان الانسيركمسايزد بويز بيكون 10 فولد جريتر ريسك اوف ديفلوبينج يو تي اي كومبيرد تو سيركمسايز، يعني الانسيركمسيشن ده بينكريز الريسك فاكتور اكتر بالنسبه للميل في اول فيرست في الفيرست يير. بعد كده افتر فيرست يير بقى بنبدا نطبق القاعده بتاعتنا اللي فوق اللي هي الفيميل اكتر من الميل عموما، وطبعا واهم ريسك فاكتور فيها اللي احنا لسه هنتكلم عليها قدام بس الفيميل دايما بيكون اكتر لان الشورت يوريسرا ده اكتر ريسك فاكتور للفيميل عموما. اكسلنت ماشي. الريسك فاكتور بقى للجنرالي لليو تي اي اهمها طبعا واكبرها هو الاوبستراكشن يورينري فلو اند يورينري ستيزس، ده الميجر ريسك فاكتور. والاوبستراكشن ده بيكون نتيجه يعني كذا كذا كوز بقى ما اقدر ده اللي ممكن ادور عليه، سواء اناتوميكال ابنورماليتيز نيفروليثيزس رينال تيومر اندويلينج يورينري كاثيتر يوريترو بلفيك جانكشن اوبستراكشن ميجا يوريتر اكسترنسيك كومبريشن اند بريجننسي. ماشي بس هو كله واضح اظن ما عدا بس هو في تو تيرمز كده هم اللي مش واضحين اليوريترو بلفيك جانكشن اوبستراكشن. دي الصوره اللي على اليمين اللي هو ده عباره عن يعني ده حاجه اوبستراكشن ما بين الرينال بلبس واليوريتر، يكون في اوبستراكشن كده في كونستريكشن في اليوريتر او في اي حاجه سد. والميجا يوريتر ده اللي هو الصوره اللي على الشمال، وده بيكون حاجه ممكن تكون يا اما اناتوميكال كونديشن او قصدي كونجنيتال كونديشن قصدي بيتولد بيها او تكون برضه نتيجه اوبستراكشن بقاله كتير وبرضه ام اليوريتر دايليتد وحصل هايدرونفروزس كومبليكيتد يعني بقاله كتير. تاني ريسك فاكتور عندنا السيفير فازايكو يوريترال ريفلكس، او السيفير فازايكو يوريترال ريفلكس بشكل عام كده جنرال معناه اللي هو الابنورمال فلو فيورين بيكون من يعني عكس ابورد مش داونورد، يعني بدل ما بينزل من الكيدني يوريتر بلادر لا بيطلع من اليوريتر لحد الكيدني. طب ماشي هو يعني هو ليه اصلا بيحصل؟ هو اما يكون برايمري كونجنيتال بيتولد بيه كده ساعات او سكندري برضه اليورين تراكت اوبستراكشن بتقفل برضه الفالف اللي ما بين اليوريتر وال واليورينري بلادر فتعمل الريفلكس ده. بس انا بخاف اكتر من السيفير فازايكوريترال ريفلكس لانه بيتسبوس اكتر مع الكرونيك انفكشن بيفضل مع الطفل ده كتير وبيعمل رينال سكارين فلازم ادور عليه بسرعه. وفي الدايجنوزس حته جابر هيقولها ليها علاقه بالسيفير فازايكوريترال، يعني ممكن بشكل عام نقول في الفازايكوريترال ريفلكس بيستشيت اكتر مع الكرونيك والريكارنت انفكشن، يعني لو حاله عنده ريكارنت ابدا اشوف في الحاجات دي. ممكن تشيل كلمه سيفير وتخليها دايليتد دايليتد. اه ماشي معلش جايب رشيل بقى عشان انت اللي عم تشيل. بقى اخر ريسك فاكتور كده هتكلمني على الجريدز بتاعه الفازايكوريتريك ريفلكس وتقولي ايه هم دايليتد. والله يا دكتور انا كنت شيء هي مكتوبه بس صراحه يعني احنا يعني يا دكتور احنا الحاجه الوحيده المكتوبه في نيلسون ما حبيناش نركز فيها اللي هو ان from grade 1 to grade 5 يعني grade 1 being the ureter only و grade 5 being complete gross dilation of the ureter and هو 3 و 4 و 5 هم الدايليشن. اوكي اوكي تمام ممكن نكتب جنبها 3 و 4 و 5 خلاص اوكي تمام. خلاص اخر ريسك فاكتور عندنا الكونستيبيشن اند ويز هولدنج يورين، ده بينكريز بقى الريسك اوف تي اي، ده عباره عن برضه كاني بعمل ريتينشن اليورين بس حاجه فولنتري بقى يعني يعني الويز هولدنج اللي انا نفسي بقى حاجه بضغط على نفسي يعني فبيعمل برضه يورينري ستيزس وبي
suspect infection. هو ده كومن في الأطفال؟ هو ده كومن في الأطفال؟ لا لا ده جدا جدا كومن جدا كومن جدا. الأم تيجي تقول لك إيه؟ بيبقى بيتفرج على التلفزيون أو بيلعب أو بيتفرج على الكرتون ويقعد يتنطط يتنطط يتنطط، هو عايز يعمل فايدنج بس ما بيروحش. تمام. تيجي بص بوني لحد ما الكرتون يخلص، وهتنتهي بحاجه من الاثنين، لا هيروح بعد ما هيزود البريشر في البلادر جدا، لا هيروح روح بعد ما يعمل على نفسه. تمام. دي كومن جدا. عندي كومن اكتر. انا بس قلت مش كومن عشان اللي هو حاجه بيكون immature تقريبا. بالعكس كومن في الاطفال جدا. تمام. ودايما تسال الام كده، بيروح يعمل حمام ثلاث، لو ما لحقش على اخر لحظه هيعمل على نفسه، يبقى هو راح لما كان خلاص. تمام. في اطفال عندها التندنسي ان هي دايما تستنى لحد اخر لحظه، عشان كده بيبقى جزء من التريتمنت بتاعك انك تغير البيهيفير ده. تمام ماشي. اوكي تمام ماشي شكرا. ماشي. ايه الكلينيكال مانيفيستيشن بقى اللي بتسجست اليو تي اي؟ هي طبعا الكلينيكال مانيفيستيشن زي ما الدكتور قالت في البرزنتيشن اللي قبل دي، هي طبعا بتختلف ماركت لوز ايج، يعني كل ايج بيكون ليه كلينيكال مانيفيستيشن لوحدها ثانيه. طبعا هم ثلاثه، نيونيتس اللي هو اول شهر ده هو ده اللي بركز عليه في الغالب اكتر، لان هو بيكون فيو هاي فيو هاف هاي بوزيتيف بريدكتيف فاليو، يعني قليل قوي اللي انا بقدر عنده سيمتومز جديده اقدر اسسبكت بيها، لانه بيجي بفيلير وتو سرايف اند فيدنج بروبلم زي الويت لوس وكده، وبعد كده بيكون عنده الفيفر، ودي اللي اكتر حاجه المفروض اسسبكت عليها الدايجنوز بتاعي. يعني الاثنين اللي فاتوا دول ما اقدرش قوي يعني، بس الفيفر دي اللي المفروض اركز عليها انا، لان ده اللي هقدر اشخص بيه. تاني حاجه الانفنت 1 مانث تو 2 ييرز، ده برده بيبريزنت ويز برده نون سبيسيفيك سيمتومز زي الفيدنج بروبلم والفيلير تو سرايف، بس بقى معاه بيكون دايريا وفوميتنج وان اكسبلين فيفر. من الثلاثه الاخرين دول اقدر ممكن اسسبكت بيهم بقى اللي هو ممكن داخل على اليو تي اي. بس السيمتومز برضو الدايريا والفوميتنج والانكسبين فيفر بيمسكريد او بيوفرلاب مع الجاستروسان إلنس والكوليك والارتابيليتي والكراينج بيريود، فالمفروض اول حاجه اشيل الديفرنشال دايجنوز دول او اكسكلود الحاجات دي الاول قبل ما ابدا اشوف اليو تي اي زي ما عملنا في الكيس كده الابنسايتس والجاستروسانس. اخر حاجه خالص الاد 2 ييرز اوف ايج، ده اللي هي الكيس اللي عندنا ده بقى بيبقى عشان فور جاست فور ا مينيت ات از ريكومندد ان اي طفل يجي لك بشيء في الوقت ده من العمر لازم تعمل يورين أناليس. تمام. ما تمشوش من العادة الخارجية غير ما تعملوا يورين أناليس. جبت معلش لغاية سن كام كده اللي هو أي طفل يجي لي فيه بعمل له يورين أناليس؟ بس شخص يو أي بسمته إيه يا دكتور معلش؟ طب يا دكتور. نعم. تمام. انا سمعت سؤال. دكتور لغايه سن كام الطفل اللي بيجي لي بفيفر بعمل له يورين اناليس؟ ولا ده جنرال يعني؟ ايه؟ دكتور شو حضرتك مش واضح. فيرس اي فيفر لازم يورين اناليس. تمام ماشي. ال 2 years of age فيما اعلى يعني للكيس اللي عندنا اللي كان عندها 5 سنين دي بتشو كلاسيكال ساينز اوف يو تي اي زي الارجنسي والديسيوريا والفريكونسي، وبعد كده بقى دي الحاجات العاديه، بقى كده الابدومينال باك اند باك بين اللي هي بتسجست بقى ابر او لور، ابدا بقى ديفرنشيت ما بين دي ودي. تمام. بعد كده النوت في بس النوت كده تحت مهمه يعني ان البريسنس اوف يو تي اي شود بي سسبكتد ان اول انفنت اند يونج تشيلدرن ويز ان اكسبلينت فيفر، يعني اي انفنت او يونج تشيلدرن جاي لي بانكسبلين فيفر او يعني احط في الديفرنشال على طول اليو تي اي عشان سسبكته الاول، بعد كده او ان بيشنت اوف اول ايجز ويز فيفر اند كونجنتال انومي، يعني اي واحد عنده فيفر وعنده هيستوري اوف كونجنتال انومي اللي لا ابدا سسبكت لو عنده يو تي اي عشان برضه الحقه لو عنده لو حصل كومبليكيشن او حاجه. بس جابر هو اللي هيتكلم يا دكتور بقى. خلاص انت خلصت. طيب يا جماعه دلوقتي احنا هنتكلم عن انفستيجيشنز والدايجنوسيس بتاع اليو تي اي، او لو احنا شاكين there's suspicion ان في يو تي اي. طيب احنا اهم حاجتين بنعملها علشان نبدا نحط ايدينا على فكره ان
it's suggestive of an infection هم urinalysis وال urine culture. ال acute phase reactants زي CRP اللي عملناها طلع positive وهاي يعني دي عملناها في الأول, والثلاثة اللي بقين ultrasound وال BCUG وال DMSA scan هنتكلم عليهم بعد ما نتكلم بالتفصيل عن urinalysis وال urine culture لأن دول ليهم requirements لوحدهم. تمام إيه اللي بينا بيه طيب دلوقتي يا جماعة احنا قبل ما نتكلم بس يعني a summary of the technique بتاع الـ urinalysis عشان اقول لكم احنا هنبص على ايه بالظبط فيه. احنا الـ sample collection عندنا يا اما الـ older children والـ adolescents او اللي هم الـ toilet trained, ده بناخد منهم with a midstream clean catch technique early an early morning sample. يعني احنا بننستركت الام نقول لها ان انت لازم تخلي الولد لما يصحى الصبح او البنت لما تصحى الصبح لازم تبدا تيورينيت فور 2 تو 3 سكندز وبعدين تحطي السامبل بتاع اللي نحط فيها السامبل علشان ناخد اليورين ميدستريم. اوكي طيب في ميثودز ثانيه لو مثلا التشايلد دون مثلا non compliant او لاسباب تانية كتير بنستخدم ميثودز تانية. ال younger children or infants معمول لهم ميثودز اللي هي سوبر pubic aspiration, ودي مش بس بنستخدمها لما ما يكونش مثلا child compliant, لا احنا مثلا ممكن نستخدمها برضو لما يكون مثلا ال infection ده ascending وحصل irritation للسكن في الgirls مثلا حصل adhesions في الليبيا والboys مثلا ال uncircumcised بيبقى الفور سكين بتاعهم تايت, فما ينفعش نبقى انفيسيف بان احنا نستخدم الكاثيتر وان احنا شورت ان احنا نفك الادهيجنز دي. تمام ما ينفعش, لازم نستخدم سوبر بيوبيك بلادر ولازم ان احنا نديكلير ان السبيسيمين دي خدناها بالطريقه الفلانيه. تمام when you take it from suprapubically مثلا او by aspirating انت كده you sort of skip فكره ان انت تخلي اليورين يعدي through المجرى الطبيعي بتاعه في اليوريتر وبعدين البلادر وبعدين اليوريثرا. تمام فهو لازم اللي في اللاب اللي هتروح له السبيسيمين يكون عارف انا خدت السبيسيمين ازاي. اوكي طيب دلوقتي احنا عندنا urinalysis و urine culture. urinalysis هيبقى فيها يعني حاجات كتيره. اولا احنا بنبص على احنا the urinalysis that we're accustomed to, احنا بنبص there is physical لو بنبص على الشكل بتاعته والتربيديتي, ووارد جدا ان هو يبقى التربيديتي بتاعته كلاودي. تمام وبعدين في الكيميكال. الكيميكال دي احنا كنا بنعملها في اللابز من ان احنا بنجيب السامبل بتاعت اليورين ونتستت literally sample by sample for glucose for ketone bodies for whatever. لا دلوقتي there are commercial kits موجوده dipstick احنا خدناها برضو في محاضرات قبل كده وشفتوا الالوان الكتير اللي عليها بتست يعني a wide variety of things. يعني ممكن تقول لي specific gravity بتاعت اليورين ال pH الجلوكوز الهيم البروتين لو في nitrites لو في ketone bodies لو في bilirubin او bilirubin ولو في كمان leukocyte esterase. طيب وفي ثالث حاجه بقى اللي هو الميكروسكوبي بتاعت ال urinalysis. انا ببعت السامبل دي بعد ما حطيت فيها الديبستيك وشفت الحاجات اللي انا قلتها في الكيميكال اكزامينيشن علشان هم في المعمل يظبطوها ويعملوا عليها مايكروسكوبي. تمام انا دلوقتي هبص لثلاث حاجات او هم اربع حاجات, واحده منهم از ذا ليست سبيسيفيك والثلاثه الثانيين هم دول اللي هيكون فيهم اللعب كله او هيكون فيهم التركيز كله. تمام بما ان احنا قلنا ان الديبستيك تيست دي او الفيلم اللي احنا بنحطه في اليورين بيورينا حاجات كتيره, هو ممكن يورينا بايوريا. تمام والبايوريا دي يعني الحاجات اللي بيوريها لنا ساعات بتبقى كواليتاتيف او كوانتيتيف. يعني مثلا البايوريا بيورينا ان لو في مور ذان 10 وايت بلاد سيلز بير مليمتر كيوب, وخلي بالكم ان مليمتر كيوب دي ممكن تكون مايكروليتر في كتب يعني مليمتر كيوب ايكوالز تو 1 مايكروليتر, يبقى ده احنا بنبدا نسجست ان في انفكشن. بس ذا ثينج از ان ذات اوفرلابس وذ ماني اذر ثينجز, اوفرلابس وذ ستونز, اوفرلابس وذ يوريثرايتس, vaginitis. تمام فاحنا يعني this is the least specific and the least sensitive okay? او the most sensitive okay? طيب احنا دلوقتي عايزين نبص على التست اللي هنبدا ان احنا حرفيا بيها ناخد خطوات towards التريتمنت بتاع الطفل اللي احنا شاكين ان هو عنده UTI ده. احنا هنبص على في الديبستيك تست هنبص على leukocyte esterase والنيترايت, وفي الريبورت اللي هتجيلنا من المعمل هنبقى مستنيين الريبورت على الـ amount of bacteria found under an HPF. HPF يعني ايه؟ يعني high power field, يعني لما بنجيب الميكروسكوب ونعمله على high power بنشوف كام بكتيريا. اوكي التستين اللي هم الليوكوسايت استريس تيست والنيترايت تيست
دول يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. انما البكتيريا بيبقى فيه ليها كريتيريا معينه, او اللي هي ان هي مور ذان 5 بكتيريوم, مور ذان 5 بكتيريا اورجانيزمز سين ان 2 تو 3 سبيسيمنز تحت الميكروسكوب. حلو, ايه اللي بنبيه كده الصفحه اللي بعدها. طيب يا جماعه بس الجدول ده مش من نيلسون فمش علينا قوي, اوكي, بس دكتور شيرين ريكويست ان احنا نكون there is some sort of idea about the probabilities of things. تمام, اولا محدش مثلا هيشوف اللوكوسايت استريز ويتجاهل النيترايت. تمام, اللوكوسايت استريز ده هو الانزيم اللي اللوكوسايتس بتطلعه كميتابوليزم, والنيترايت دي اللي هتبقى التست ده لو طلع بوزيتيف ا مور سبيسيفيك, لان هو بينتمي الى البكتيريا اللي تقدر تبريك داون النيتريت انتو نيترايت, اللي هي العيله بتاعت الايكولاي والكليبسيلا اللي هي اللي اسمها انتيروباكتيريا سي. اوكي, طيب انا دلوقتي عندي الثلاثه اللي قلتهم, لوكوسايت استريز, نيترايت تست, والبكتيريا. ايه الجدول اللي قدامي ده؟ انا مش عايزك تفهم اي من الكونسبتس الموجوده في الجدول ده غير حاجه واحده, انه لما تقرا سطر في نيلسون بيتكلم عن انا ازاي اقدر اوصل لكونكلوجن من التست, هتلاقيه كاتب لك ان الثلاثه التستس دول لو at least one of them is positive then I have neared او قربت من 100% sensitivity of suspecting a UTI. تمام, ولو الثلاثه نيجاتيف انا قربت من 100% specificity ان مش هيبقى في UTI. تمام, الفكره البسيطه بس انا I want to get you introduced to the sensitivity and specificity, بس هو مش عليك انت تفهم المنطق بتاعها, فكره ان انت you've got a disease and you've got tests. محمد من فضلك ممكن تسيبني انا احدد ايه اللي هم المفروض يحددوا. خلاص يا دكتور. تمام يا دكتور. خلاص تمام, اوكي يا دكتور, عشان انا بس حضرتك قلت كلمه probability المره اللي فاتت فدخلت على الاحصائيات. طيب معلش سيبني انا احدد الحته دي. خلاص طيب خلينا يا جماعه في الكريتيريا دي بس, we've got the microscope site that came in, عايزين يكون في اكتر من خمسة, وعندنا البوزيتيف ليوكو استريز, وعندنا البوزيتيف نيترايت. One out of these three being positive I directly suggest the existence of an inflammation. طيب في بس شويه نوتس مكتوبه, three lines مكتوبه تحت كده هنا, ان انا لما قلت لكم ان هي بلس 5 تمام, اجنور الكولوني فورمينج يونتس دي, انا هقولها لكم في الكالتشر. لما قلت لكم بلس 5 ده مش معناه ان كل البيشنتس لازم يكونوا بلس 5 بكتيريا بير سبيسيمن تحت الميكروسكوب علشان اقول ان هم عندهم عندهم انفكشن. لا, في بيشنتس وكمان بيبقوا برضو اطفال عادي جدا, زي ما انتوا لو فاكرين لما خدنا كاثترايزيشن كان في كاثترز بحجم الشيلدرن من نيونيتس ل 6 مانثس ل 1 2 3 5 6 7 ييرز. اوكي, في بيشنتس بيبقوا هاف ان اون جوينج كاثترايزيشن. تمام, وبيبقى في they have the risk of increased infection من catheterization day, ممكن يكون في colonies على catheter نفسها. فإن ال patients day أو ال patients اللي strongly symptomatic مش بكون عايز أشوف خمسة بكتيريا تحت الميكروسكوب سايد. Two are enough. تمام, طيب الكلام ده إيه اللي يا نبيل؟ الكلام ده بينطبق برضو على ال culture. أنا استخدمت ال urinalysis علشان أكد ال suggestion of an infection. ال culture دي هستخدمها to grow the strain of bacteria day في اللاب. Okay. طيب اللي قدامي حاجات بسيطة مش هنقعد نركز فيها. احنا عندنا على الشمال الميثودز اللي هي الكلين كاتش والان ان اوت كاثيتر, وخلي بالكم ان اوت علشان احنا خلاص وي اكسكلودد الان دويلنج والسوبر بيوبيك اسبيريشن. تمام, احنا بنبص على السي اف يو بير ام ال, مش علينا الكلام ده خالص. اوكي, مش علينا فكره ان احنا نقول بيجي ازاي او الفورمولا بتاعته. الفكره ان عندي ان انا الكلين كاتش ميثود المفروض تجيب لي ات ليست 50000 سي اف يو في الـ infants والـ young children و at least 100,000 في الـ older children. تمام, ده بالنسبة لي يعتبر suggestive of an infection. تمام, ده بالنسبة لي بعتبره UTI. اوكي, الـ comment المكتوب الـ mixed growth is used, ده نفس الكلام اللي قلته في الأول, is usually indicative of contamination. Sitting a girl backwards ده method علشان نحاول نسبريد الليبيا to prevent ان الـ urine اللي نازل يحصل له contamination من الـ skin اللي حوالين الـ vagina. اوكي, طيب في الان ان اوت كاثيتر, وانا استخدمت الكاثيتر علشان اطلع السامبل. انا هوقفك هنا دقيقه. لو الام سالتك وانا باخد الميدستريم, والله يا دكتور ده انا كنت متاكده 100% ان انا جبته بطريقه صح جدا وعقمته وحتى غسلت الاكسترنال جيتاليا بصابون وعملت بيبتادين وكذا وكذا وكذا, هتقول لها ايه؟ هقول لها يعني قصدك دكتور انها عملت الكلام ده كله وطلع كونتامينيشن برضو؟ لا, هي عملت الكلام ده كله تو انشور ان هي خدت استرايل سامبل عشان تطمن حضرتك ان هي عملت كل البريكوشنز عشان تاخد استرايل سامبل.
دكتور، هو الصراحة أنا شايف يعني أنا حضرتك بتسأليني إذا هي اللي هي اللي عملته ده صح، إنها إنها حاولت يس دكتور، هو دكتور صح خالص، انا مش المفروض بالبيتادين خالص، ان احنا مش عايزينها تعمل كده، احنا عايزينها البيبي يصحى، عايزينها تستخدم انتيسبتيك بالظبط، ومش عايزينها تستخدم سوب، يبقى وانا بقى انستراكت المادر ان هي تجيب لي انهيها عن كده، لا اغسلي بميه بس، اوكي يعني وانا بقى انستراكتور انفيها منها تعمل حاجات تمام يعني مين. اوكي كلين كاتش يا جماعه، ليه صابون بس، قصدي ليه ميه بس، معلش لان الانتيسبتكس اتسلف اوكي ممكن تمنع الجراث، انا جراث اوف باثولوجيكال بكتيريا مش كده؟ طيب انت هتقتل حتى النورمال فلورا، النورمال فلورا بالظبط، ما انا لو عملت على الكالتشر ولقيت اكتر من سترين بكتيريا، ده غالبا اللاب المفروض يبعت لي يقول لي ان ذس سامبل از كونتامينيتد، اللي انا اعرفه ان هو اتس رير تو فايند 2 تو 3 تايبس، او اتس رير ان انت تعرف تو جرو التايبس دي، دي عينه لازم تتعاد لو قال لك في اكتر بتقولها ريبيتيشن تمام، اتس رير تو فايند مور ذان وان اورجانيزم، فبتطلب من الدكتور ان هو يعيد الانستراكشن للبيشنت، والبيشنت ان هو يعني يعمل يفولو ذا انستراكشنز تمام. فكل اللي احنا قلناه ان 50,000 في الكلين كاتش و5000 از انف في الكاثيتر لو خدت السامبل بالكاثيتر تمام. بعد كده بقى لو خدتها سوبرا بيوبيكلي، اي جروث على الكالتشر بيعتبر سجستيف اوف يو تي اي انفكشن تمام. ايه يا نبيل، وباي ذا واي يا جماعه، انجي لما كنت بتسالي على 100% سبيسيفيسيتي وسنسيتيفيتي، دكتور شين هي اللي هتقول لكم موضوع البروبابيلتيز والسنسيتيفيتيز والكلام ده، سيبكم منه دلوقتي. ذا ثينج از ذات يو هاف تو فولو 3 تيست يو هاف تو لوك ات، لوكوسايت استريز نايترايت، وجنبهم الثالث اللي هو الميكروسكوبيك تيست بتاع البكتيريا ده 5 بلس، الثاني بوزيتيف الثاني بوزيتيف، لو واحد منهم طلع بوزيتيف يا محمد الفكره في كيس سيناريو انا قلته واحنا بنعمل الدسكشن، انا بعت يورين سامبل للمعمل وجالي ان الطفل ده عنده 10 بكتيريا وان اي تريتد هام از يو تي اي، ونفس صح. المعمل بعت لي اليورين سامبل ثانيه ريبورت بيقول لي عنده 10,000 وقلت ذس از نوت يو تي اي، وعينه ثانيه جات لي 100,000 وقلت مش اقل من كده عشان اقول ان هي يو تي اي رغم ان هم كلهم يورين سامبل. دكتور المفروض بتعتمد على السن، يعني انا المفروض عندي اليونج الانفنت اليونج سامبل على الميثود سامبل الاول تمام، والايه رجع يا بلبل للسلايد اللي قبليها، شفتوا ازاي كلمه الميثود اوف ذا سامبل والايج فيري كروشيال في الدياجنوستس، هم ثلاث ارقام والثلاثه في يورين سامبل، ومرة قلت يو تي اي ومرة قلت لا، مع ان 10 قلت عليها يو تي اي و10,000 قلت لا ده مش يو تي اي. الميثود يعني 10 دي اكيد كانت سوبر بيوبيك because any growth would be calculated. يبقى لازم عشان انا اقرا يا جماعة culture of a urine sample لازم 100% ابقى عارفه السامبل دي اتخذت ازاي. يا جماعه انا ملاحظ ان في ناس كتير بتسال، I'm pretty sure ان انا كنت بسرع قوي تمام، انا قلت لهم يا جماعه الثلاث انا جاوبتهم يا جابر، لا انا شايف جابر صحيحه 100% انا متابعه منها على الشات وانا دكتور والله برضه، بس هي الفكره يا جماعه ان it's as simple as it is, ignore sensitivity or specificity for now, you've got 3 tests 3 methods and 3 age groups تمام، ركزوا في الحاجات دي. طيب ايه يا نبيل، طيب دلوقتي يا جماعة احنا بنتكلم عن investigation
طيب يا جماعة سامعيني؟ طيب بصوا يا جماعة انا عارف ان انا مشيت بسرعة قوي اوكي انا هحاول اهدى في الـ further investigations اوكي طيب بصوا احنا دلوقتي مثلا عملنا الـ urine analysis to assure suspicion وانا كنت عايز اوصل من حتة الـ sensitivity والكلام ده كله ان الـ urine analysis is convenient enough ان انا ابدأ antibiotic treatment until الـ urine culture تطلع لي واعرف اضبط الـ treatment بتاعتي حلو طيب دلوقتي انا عايز اعرف ده يعني احنا قلنا differential diagnosis وان احنا من الـ symptoms الـ clinical manifestations بس قلنا ان ده ان acute pyelonephritis الـ urine culture ولا الـ urine analysis rarely ever بيفرقوا الكلام ده في الـ young children انه الـ young children ما بيظهرش عليهم الاعراض اللي بتظهر على الـ older children ما بيظهرش عليهم الـ classic signs اوكي فانا خايف من في الـ young children انه يكون في any kind of abnormality any kind of underlying disease ادى للانفكشن ده وهيؤدي الى further scarring وdamage انا ممكن اتحكمه من دلوقتي سواء بتصليح الابنورماليتي او بان انا ادي بروفيلاكتيك انتيبايوتكس فعايز استخدم further investigations علشان اتفادى الموضوع ده لما التشايلد ده يكبر اوكي ما يكبرش يبقى بعد 6 سنين ويقدر يشوف الكلينيكال مانيفيستيشنز الكلاسيك ويبقى عنده انكونتيننس ويبقى عنده حاجه اسمها دريبلينج اوف اليورين اليورين بيسرب مش عايزه يكبر يبقى عنده المشاكل دي بسبب ان انا ما عملتش اناف ايمجينج فكره ان انا ببقى خايف من الراديشن فبالتالي لازم يكون في جايد لاينز تخليني احدد ان لا وي هاف تو اكسبوز ذس تشايلد تو ا سيرتن اماونت اوف راديشن علشان اعرف اذا في مشكله عنده ولا لا طيب دلوقتي لو احنا جينا عملنا اليورين اناليسس واليورين كلتشر جميل وخلاص ذا تشايلد از سجستيف اوف يو تي اي جميل طيب I gave him treatment okay or I gave her treatment in this case حلو طيب التريتمنت دي بناء على الريسبونس بتاعتها وبناء على حاجات تانية انا بحدد اذا الشايلد ده محتاج other imaging علشان اشوف underlying diseases الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس حددت التو يعني التو التو باراجرافس اللي اقراها لكم دول هي بتقول لك امتى مالكش الحق ان انت تخلي الشايلد دي اندرجو ايمجينج وانت ليك الحق ان انت تخلي الشايلد لا تدي له الوارنتي ان هو فعلا لازم يندرجو ايمجينج عشان تكتشف ايه المشكله اللي عنده طيب اول حاجه لو انا اديته خلاص انتي بايوتيك وفروم هيز بيرنتس دي اشورد مي ان هم هيعملوا فولو اب تمام طيب دي اول ده اول حاجه مش هتخليني اروح للايمجينج مش هتخليني اروح للالترا ساوند والحاجات اللي بعدها اللي هقولها لكم اوكي بعدها برومبت ريسبونس تو تريتمنت معناها ان الفيفر اختفى بعد 72 ساعه حلو طيب الفويدنج باترن بتاعه بقى نورمال او هو كان نورمال اصلا يعني بقى نورمال وما فيش ابنورماليتي خلاص تمام وما فيش ابدومينال ماس حلو دي كرايتيريا اللي تخليني اقول لا خلاص حتى لو هي فيرست فيبرايل تيست تخليني اقول لا خلاص مش محتاج اعمل الترا ساوند مش محتاج اعمل الحاجات التانية اللي هقولها لكم طيب ايه الكرايتيريا اللي تخليني اعمل الترا ساوند والله لو هو first febrile أو febrile UTI في الage 2 to 24 زي ما قلت لكم إنه they do not show the clinical the classic signs فبخاف عليهم أكتر لو delayed or unsatisfactory response to treatment of a first fertile UTI first febrile UTI يعني أنا اديته treatment antibiotics وللأسف ما اداش response أو delayed response في الثلاث أيام في abdominal mass موجود تمام أو في abnormal voiding زي dribbling اللي أنا قلت لكم عليه تسريب اوكي خلي بالكم الابنورمال فويدنج هنا في السن الصغير ده ما بنقولش عليه انكونتيننس انكونتيننس بنقول عليه بعد سن الست سنين تمام طيب رابع كرايتيريا هو لو في ريكورنس اوف فيبرايل يو تي اي افتر ا ساتسفاكتوري ريسبونس تو تريتمنت تريتد هيم وذين 72 دايز الفيفر خلاص خلص حصل ريكورنس اوكي ده ببدا اعمل ايه بقى بعمل له الترا ساوند الالترا ساوند المفروض يشيك على الكيدني والبلادر عايز اشوف الفانكشن بتاعهم عايز اشوف الستراكشر بتاعتهم سليمه ولا لا طيب الالتراسونوجرافي المفروض بيقول لك for infants and non toilet trained children with first time febrile UTIs so to exclude structure abnormalities or detect hydronephrosis تمام عندي hydronephrosis عندي اي obstruction ممكن ااكده بالتست اللي بعد الالترا ساوند لما لقيت الالترا ساوند ابنورمال ايه هو التست اللي بعد الالترا ساوند الفي سي يو جي الفويدنج سيستو يوريثروجرام ده ببساطه تم في ماده
انا بستخدم كاثيتر علشان احقنها, والتست ده بيبقى قدام ريل تايم اكس راي, البيشنت بيبقى قدامي موجود عندنا بنعمل عليه التست ده, بننجكت الماده الراديو اكتيف دي وبنشوفها وهي داخله تملى البلادر, وبنشوفها والبيشنت بيعمل فويدنج. تمام, دي بقى اللي هتديتكت الهيدرونفروسيس السكورينج, هتشوف اذا في اوبستراكشن, هتشوف اذا اليورين رايح في الدايركشن الصح, اوكي, هتشيك فور بلوكيجز, وهتشيك فور البلادر سايز والشيب كمان. تمام, طيب خلصنا الفي يو ار. في تيست يعني ما اعرفش اتس اكشلي يعني از ات فير اور نوت, بس دي ام اس اي مش عايز اقول لكم اسمه, هتلاقوه في في نيلسون. بننطقها يا جابر, بننطقها دمسا سكان. خلاص تمام اوكي, السكان ده بنسا سكان, دمسا سكان, عشان تي دي بي اي وفي دمسا سكان. تمام اوكي, الدمسا سكان داون برضو موجود فيه راديو اكتيف ماتيريال وبرضو بنستخدمه, وكان ايدنتيفاي اكيوت بايلونيفرايتس اند از موست يوزفول تو ديفاين رينال سكارينج از ا ليت افكتيف يو تي اي. عمري ما بستخدمه طبعا حاجه مش هقول عليها انفيسيف, بس هي انت تستخدم الراديشن ده زي ما قلت لكم في الاول محتاج كرايتيريا معينه علشان اوصل لمرحله خلينا اقول لا انا محتاج ايمج. تمام, ده الايمجنج اللي احنا محتاجينه علشان نشوف اذا في اي كونجنتال انوماليز, اذا في اي اوبستراكشن, اذا في اي حاجه تانية انا محتاج اعالجها سواء with surgery او بروفيلاكتيك انتيبيوتكس. اخر حاجتين بس بالظبط, الاي في كونتراكس هو الفي سي يو جي. تمام, لا اسمع, انا بستخدم كاثيتر بدخل الماتيريال ده, تمام, which shows high contrast on real time x-ray, بشوف الماتيريال ده وهو داخل ويعدي من اليوريتر ويوصل للكيدني. تمام, يوصل للبلادر ويعدي من اليوريتر ويوصل للكيدني, وبشوفه والبيشنت بيعمل voiding. تمام, I observe these things on real time x-ray. اوكي, طيب الحاجتين بس التانيين, ان احنا لما كنا بنقول في الاول يعني في الاول مكتوب فوق blood cultures و ESR و CRP, ال ESR عايزين نقول بس ان the presence of a febrile UTI, ال ESR more than 30 is highly predictive of acute pyelonephritis. تمام, طيب ال blood culture ده, ال blood culture ده اصلا لو جالك انت في مرحلة ال infancy baby عنده fever discharge من hospital و under one month وعنده fever, ال blood culture ده انت بتعمله من كل التستس بتاعت full evaluation لل blood وال urine وال CSF, وكأننا احنا مش عارفين, لان هو الفيفر اللي عنده في اليونج في الانفنتس واليونج تشيلدرن مش عارفين, يو كان نوت لوكالايز ات. تمام, فبنضطر نعمل كلتشر, احنا خايفين يحصل سبريد, خايفين يحصل باكتريميا, خايفين يحصل يوروسيبسيس. اوكي, عشان كده كاتب يوزوالي دون از ا بارت اوف ا فول ايفالويشن فور نيونيتس بريزنتنج وذ فيفر. تمام, ايلي بينا بي طيب خلاص دكتور انا خلصت, بس سنه بيل بس ثانيه, بس ثانيه دكتور انا حاسس ان انا I sped through the whole thing, فلو حد عايز يسال اي حاجه and they're actually sure of my explanation ممكن يسال. لو هو انا ممكن اقول تعليق, اتفضل يا دكتور. انا I'm highly impressed. شكرا يا دكتور والله, انا عارفه ان انا بغطى عليكوا جامد في الدسكشن والله ابدا يا دكتور, على فكره حضرتك ساعدتينا قوي, عرفتوا الفاليو بتاع كل سؤال اتسالكم وانه قد ايه هتفرق. صح يا دكتور, and you did the task يعني more competent than I imagined. شكرا يا دكتور والله. يعني انا ما عنديش كلام تو اكسبرس الحقيقه, الموضوع صعب والكلام فيه كتير ومش بالسهولة اللي انتوا يا مرنا it is not that simple UTI. go ahead. يعني انا ندمانة من ساعتها والله, لا هي مش simple خالص الصراحة, الكلام ده كله مش simple خالص. او مش simple UTI ده لو مش طفلة اساسا, هي دي UTI مش على كده يعني. يا دي UTI في البيدياتريك ايج جروب. تمام, فلو طلعتوا بالكلام اللي موجود في البريزنتيشن بس انا مش عايزه ولا كلمه زياده عنه. دكتور هو كل الارقام الموجوده دي يعني المفروض نعرفها. اي جو اهيد. اها, الارقام دي كروشيال.
الارقام دي كروشي زيها كده زي الراندوم جلوكوز ليفل. قصد حضرتك على الكولوني كاونت يا دكتور صح ولا على الجدول بتاع السنسيتيفيتي؟ اه طبعا. عايز اسالك سؤال يا حسين، سمعت ان انت اي بتتقال من احمد بدر بالكفاءه دي؟ دي جامده، ده يعني هيعملوا مشاكل بالنسبه للجروب الثاني، يعني دول قويين جدا ما شاء الله. شرف لي يعني ما شاء الله. جابر جابر ممكن بس تحط لنا يعني امتى بعمل الترا ساوند؟ يعني يا دكتور سكوزي الانفستيجيشن ده يعني تو بي ريفايزد يعني. والله يا دكتور ماشي اوكي. عايز ايه سيف؟ عايز ايه لو بس يا دكتور يحط لنا بس امتى بعمل الترا ساوند وامتى لا، يعني ايه الكرايتيريا عشان مكتوب؟ خلاص هكتب لا 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 يا ميرنا الكرايتيريا ما كتبناهاش، بس دكتور شيرين اكشلي شي دايركت بس قالت لنا يا جماعه في جايد لاينز وهكتب لكم البوليت بوينتس دي بالظبط امتى. حاجه بس بسيطه خلاص لما هم يبعثوا لي البرزنتيشن انا هعمل تو سلايدز اديشن هحطهم عليها. تمام. انا اللي قلت لهم ما تدوروش في الحته دي، الحته دي سيبوها لي اوكي عشان not to waste more time يعني. تمام يا دكتور. تمام بصير يا دكتور ولا في حاجه؟ بصير تمام. بعد ما هنخلص انفستيجيشن وكل حاجه هنبدا الجايد لاين اوف تريتمنت. المفروض ان احنا خلاص عرفنا الدياجنوزس تقريبا ان هو بيرينفرايتس. تمام. احنا المفروض بعد ما نعمل يورين كلتشر او يورين اناليسز او كده المفروض ان في فتره عشان تطلع الحاجات دي. الفتره دي احنا المفروض طبعا نبدا ثيرابي اللي هو الامبيريكال ثيرابي او العلاج المبدئي اللي احنا نبداه، سواء التشايلد اللي جاي لك ده سيمتوماتيك يعني ظهر عليه اعراض يو تي اي او مش ظهر عليه اعراض يو تي اي بس اليورين كلتشر كونفيرمينج يو تي اي. تمام. هنختار ازاي الانتيبيوتيك واحنا مش عارفين ايه الاورجانيزم نفسه عشان ندي الانتيبيوتيك؟ عن طريق اللوكال انتي ميكروبيال سنسيتيفيتي باترنز، ولو في عنده يورين كلتشر قديمه يعني ممكن يكون ريكرنت او كده. ليه بنعمل كده؟ عشان نقلل الانتي ميكروبيال ريزيستنس اللي بتحصل دلوقتي يعني. تمام. احنا عندنا طبعا اورال انتيبيوتكس. ان انا ام نو لونجر، انت تقصد ان انا ام نو لونجر يوزنج ذا تيرم ان انا هدي برود سبيكترم انتيبيوتكس؟ بالظبط بالظبط يا دكتور. برود سبيكترم ده هيعمل مشاكل كتير قوي. الكلمه دي ما اسمعهاش ثاني. تمام. يعني يشيلوا امبريك ويحطوا برود سبيكترم يا دكتور صح؟ يشيلوا برود سبيكترم دي نهائي. انت هتعتمد على الستيب وورد انتيبيوتيك اللي موجود في المستشفى بتاعتك لان هي عارفه ايه الكومن اورجانيزمز اللي موجوده في الكوميونتي بتاعك. لان ما هتعتمد على بريفيوس كلتشر الطفل كان عاملها لو كان فيه. لان ما هتعتمد على الكومن اورجانيزم الكومن ان هيز ذس ايج. لكن كلمه انا هستخدم برود سبيكترم انتيبيوتيك دي تشيلها لي من قاموس اليو تي اي. ايه يا دكتور؟ تمام. ايه المشاكل اللي هي بتعمل بتزود الريزيستنت للبرود سبيكترم انتي بايوتكس اللي احنا كومنلي بنستخدمها في السمبل انفكشنز؟ امال دكتور قد ايه؟ مش فاهم برضه. ما احنا قلنا هو يا ابني ما على حسب اللي هو كان عنده ريكلشر. هتسال المعمل مش الدكتوره هايدي علمت لكم حاجه اسمها ستاب وورد ابروتش على الانتيبيوتكس؟ اللي هو الستيورتشيب. يس. هتسال في معمل الميكروبيولوجي بتاعك يا جماعه احنا كومنالي في الايدج ده ممكن نستخدم ايه؟ ان ات ديفرز فروم لوكيشن تو لوكيشن ومن مستشفى لمستشفى. طب دكتور ده جرانتيد ان هو هيجيب معاه نتيجه يعني؟ حضرتك بتستخدمه لحد ما نتيجه الكالتشر تطلع. الكالتشر تطلع for 48 hours and you interrupt it وهتخش على الحاجه اللي طالعه لك في السنسيتيفيتي. تمام. يعني ده بس first step. Yes, that is why it is empirical. Okay. تمام. Go ahead.
تمام. احنا هنعمل نشوف البريورين كلتشر زي ما قلنا عشان قبل ما يطلع الاورجانيزم بتاع اليو تي اي يعني نفكها من حته الانتي مايكروبيال ريزيستنس وان ما فيش ريزيستنس يحصل للطفل. تمام. ندخل على الادويه. الادويه طبعا بتقسم لجزئين اللي هو بارنترال او اورال. لو هندي بارنترال عندنا في سيفادولين وسيفترايزون او امبيسيلين مع جنتامايسين. بالنسبه للاورال عندنا سيفاليكزين او اموكسيسيلين مع كلافيولينيك اسيد او بندي ترايمثوبريم سلفا ميثوكزازول. تمام. دي بالنسبه للادويه. هي يا جماعه البروفلاكسز في العيانين اللي عندهم ريكورنت يو تي اي اللي عندهم اناتوميكال ديفكت. تمام. طبعا احنا مش يعني هندي ازاي اورال وهندي ازاي بارنترال. ايه الكورس اللي هنديه ده هنشوفه دلوقتي. بالنسبه للانفنت والتشيلدرن اللي مش باين ان هو عيان او دونت ابير ال بس هو بوزيتيف يورين كلتشر بنديله او بنبدا بالانتي بايوتيك ثيرابي عادي. طب بالنسبه لليونج انفنت وللتشايلد اللي هم بقى باينين توكسيك ودي هايدريتد وانيبل تو ريتين اورال فلويدز دي هنبدا نديهم الانتي بايوتيك بارنترال. ليه؟ عشان انت طبعا مش هتديله اورال وهو انيبل تو ريتين اورال فلويدز ودي هايدريتد والكلام ده. طيب بالنسبه للنيونيتس المفروض بندي الكورس من 7 to 14 days. بنبدأ برينترال سواء بقى هو باين توكسيك ولا مش باين توكسيك. ليه بندي بنبدأ برينترال؟ عشان الـ UTI دايماً في الإيج ده بيكون جاي يعني عن طريق بلاد أو هوميتوجينس سبريد. تمام. ريجاردلس البلاد كالتشر طلع ازاي. This means إنه بين قوسين أي نيونيت عنده UTI should be admitted to hospital. تمام. ده ما يروحش. تمام. اي نيونيت with UTI should be admitted to hospital. تمام. اوكي go ahead. بعد ما نخلص اول 7 ايام كورس عشان هو بيعتبر immune deficient والريسك في سبتيسيميا يا شباب عشان الريسك في سبتيسيميا. تمام. بعد ما نخلص السبع ايام كورس من البرينترال انتيبيوتيك بندي 7 ايام ثانيه عشان نكمل الكورس بس نديها انترال انترال او اورال بحيث ان احنا نكمل 14 يوم توتال كورس اوف ثيرابي. طيب بالنسبه للتشيلدرن مش النيونيتس قلنا ان احنا بالنسبه للكلينيكال ستاتس بتاعته برده من 7 ل 14 يوم الكورس بتاعه بنديه انترال انتيبيوتكس من الاول او كومبينيشن اوف برينترال او مع انترال على حسب الكلينيكال ستاتس بتاعه. جاي لك توكسيك ابييرنس وجاي لك ديهايدريشن وكده. طيب انا بقول معلومه اكسترا يا جماعه. النيفرولوجي تكست بوكس والنيفرولوجي جايد لاينز كلها اللي خارج نيلسون بقى يعني تكست بوكس او بيدياتريك نيفرولوجي اورال ايكوال بارنترال في الافيكنسي كل ما انت بره سن يونيتس. تمام. ممكن نضيفها دي بعد الباوربوينت ولا يعني احنا بنتكلم دايما ان احنا بناخد المعلومات بتاعتنا من نيلسون بس انا بقول لك الصح انه تمام. دلوقتي اورال ايكوال بارنترال ده في النيفرولوجي جايد لاينز از لونج از ان انت بره الايج بتاع النيونيتس وفي تكست بوكس في النيفرولوجي تقول لك ايه بعد اول 3 شهور من ما انتش مضطر تدي بارنترال خالص حتى لو الكلينيكال ستيتس وحش يعني يا دكتور حتى لو الافيكاسي ايكوال. تمام. قلنا تمام قلنا ان احنا نبدا التريتمنت على حسب الكلينيكال ستاتس بتاعته. تمام. الكلينيكال ستاتس بتاعته مش كويسه هنبدا طبعا ندي برينترال انتي بايوتيك. هنبدا ندي امتى؟ من 24 ل 48 ساعه تقريبا لحد ما يحصل امبروفمنت. ازاي نعرف ان هو هيحصل امبروفمنت؟ ان الفيفر بتاعه بيبدا تخف شويه ويبدا الاورال انتيك تعمل امبروفمنت للكلينيكال ستاتس بتاعته. تمام. الديفينيتيف انتيبيوتيك ثيرابي اللي هو خلاص بقى ده الانتيبيوتيك اللي هيديله بيطلع طبعا بعد ما اليورين كالتشر تطلع ونعرف بالظبط ايه الاورجانيزم المسبب لليو تي اي بتاعته. طبعا
قبل كل الكلام ده أو في وسط الكلام ده كله، لو كلينيكال ستاتس بتاعته وحش جاي لك الهيدريشن بتاعه مش كويس أو كده، أنت لازم طبعاً تصحح الكلام ده بأن أنت تخلي الهيدريشن بتاعه كويس، تكوريكت الإلكترولايت أبنورماليتيز بتاعته حتى لو في فوميتنج بور أورال إنتيك وكده. طيب بعد ما يخفوا كل حاجة لازم تعرف ان لو حصل كده تاني او في فيفر تانية او حصل ريكورنس ديوتي اي لازم تعمل فيرذر ايميجينج ستاديز زي الفويتنج سيستوريثروجرام. ليه؟ عشان تشوف فيها الابنورماليتيز ولا لا في الابر يوريني تراكت زي اليوريتر او الكيدني او كده، عشان ممكن احتمالية ان هو ممكن يكون عنده فيزيكوريترال ريفلوكس، وده اللي محمد شرحها فوق خالص ان هو بيحصل ريفلوكس ان اليورين بينزلش في الاتجاه المفروض ينزل فيه باسباب طبعا موجودة فوق. كده خلصنا الجايد لاين اوف تريتمنت. هندخل على الالجوريث، نعمل الالجوريث ازاي؟ انا معرفش هو دي مش باينة قوي اللي فوق دي عشان بس المفروض هنا مكتوب دي سيوريا باينة تمام. المفروض ان لو في تشايلد جالك بالسيوريا المفروض انت تعمل ايه مع الالجوريثم اللي احنا هنقوله دلوقتي؟ المفروض ان انت طبعا هتعمله هيستوري وفيزيكال اكزامينشن. بعد ما تعمله هيستوري وفيزيكال اكزامينشن بتوعك العادي، طبعا لو انت شكيت ان هو تي اي ان هو طبعا جاي لك مش عارف باك لوين بين والحاجات اللي احنا خدناها كلها فوق، هتعمل يورين اناليسيس او كلتشر، هيطلع لك فور فايندينجز تقريبا من الكلتشر او يورين اناليسيس. انت هتعمل هيطلع هو عنده هيماتوريا بس هو ما قالش فوق ان هو عنده هيماتوريا خالص، ونفس الكلام بروتينيوريا هو ما قالش ان هو عنده بروتينيوريا. فان احنا عندنا هنمشي دلوقتي في حاجتين، يا بايوريا يا نورمال ريزلت. خلينا نمسك النورمال ريزلت الاول، هنشوف هو ميل ولا فيه. لو ميل هنبدا بالبينس اكزامينشن، لو البينس اكزامينشن اب نورمال هنشوف بقى ايه اللي عامل الكلام ده زي ستينوزس او فيموزس او فارا فيموزس او بينايل ألس. تمام. ممكن طفل عنده يوتي اي يجي بهيماتوريا؟ نعم دكتور، مش دكتور يوتي اي اصلا كومن بتيجي معاها هيماتوري. اكسلنت. يعني ايه هيماتوري؟ هيماتوري يعني ار بي سيز اكتر من ار بي سيز اكتر من عدد معين كده في برضه في الهاي، اكتر من 3 باين في الهاي بارت. من 3 يا دكتور، ار بي سيز اكتر من 3 صح. ايه ولازم لما الاقيها ادور على الهاي فيلد يا دكتور. الهاي فيلد في ايه؟ الهاي فيلز، الهاي بارتكل، الهاي بارتكل دي عدسه الميكروسكوب بالظبط. ماشي، يعني انا اخد اليورين اللي جابه الطفل كله اروح اوديه المعمل واشوف فيه؟ ما يا دكتور في يعني في مايكروسكوبيك هيماتوريا وفي هيماتوريا البريزنس اوف مور ذان 5 ار بي سيز ان ذا سوبرنيتنت اوف 5 ام ال اوف فريشلي فويدد يورين باي هاي باور فيلد. الترجمه دكتور الكلام اللي هو بتاع الانستيند والسوبر نيتنت والكلام ده كله ما كنتش عايز اخش فيه بيكوز اتس مور مايكروبيولوجي، يعني اللي هو التكنيك بتاع السنتريفيوج وان احنا نطلع السوبر نيتنت. انا ما بتكلمش عن السنتريفيوج، انا بتكلم ان هي لازم تبقى 5 السوبر نيتنت بتاع 5 ام ال، ولازم تبقى فريشلي فويدد سامبل ما عداش عليها اكتر من 4 ساعات عشان الستورج بتفرق. اكتر من كده يبقى لازم كانت محطوطه في الثلاجه، ولو اتحطت في الثلاجه اكتر من 24 ساعه يبقى ما ينفعش اشوف فيها هيماتوريا عشان الكاس والكريستلز. اوكي دكتور، ايه سوبر نيتنت؟ انا سوبر نيتنت زي ما هو بيقول لك كده، اللي هو الناتج من السنتريفيوجيشن، يعني بتوع البايو تعمل سنتريفيوجيشن وتاخد السوبر نيتنت و5 ملي منه. السوبر نيتنت ده زي السيدمنت صح؟ لا، السيدمنت ده اللي هو السنتريفيوجد بارت بقى، يعني انت عندك انت بتعمل سنتريفيجيشن بيبقى فيه سيدمنت تحت والسوبر نيتنت يا جماعه السائل اللي فوق خلاص، ده مش مشكله. تمام. الليكويد اللي بتبقى. ايوه تمام بالظبط. هو ده جو اهيد، بس عشان انتوا دايما بتاخدوا حاجات لان كنتوا عارفينها مسلم بيها. يعني دكتور معلش، ايه اجابه سؤال حضرتك بقى؟ انه هنشوف ولا مش هنشوف هيماتوريا؟ لا، ممكن جدا الطفل يبقى عنده يوتي اي ويبقى بريزنتد ويز ماتيور، بس مش جروس. okay. طبعا يعني مايكروسكوبيك. جروس مايكروسكوب تا البريزنس اوف اي بلاد سيلز في اليورين سامبل از نوت اجينست يو تي اي ات اول. دكتور ممكن يحصل له اصلا نيفروتيك سندروم صح ولا ما يحصلش؟
لا ما دخلناش في متاهات بقى، ما خلينا محوشين النفروتك سندروم ده الوقت ده خالص. هم بيحبوا النفروج يا دكتور شكلهم والله. اها هطلعوا على عينهم. يلا جو اهيد. هو كده ما طلعش. تمام. إيه خلاص قلنا ان البنايل اكزام اب نورمال، الحاجات اللي ممكن تكون اب نورمال في البنايل اكزام. طيب لو هو نورمال نشوف هل في ميكانيكال تروما زي في فورم بادي او ووتر انجكشن او في ماستربيشن. تمام. الاب نورمال فويدنج باترن هنعرفه ازاي؟ باللي احنا برضو قلنا الفويدنج سيستو ريتروجرام، وهنشوف البوستيريور يوريثرال فولس هنشوف هي كويسه ولا لا، ولو في يوريثرال ستريكشن. بالنسبه للفيميل هنعمل فاجينال اكزام زي ما عملنا للميل بنايل اكزام. هنشوف لو في حاجه ابنورمال مش كويسه في الفاجينا زي يوريثرال بلولابس او فاجينال ألسرز او هيربس، او في يعني فاجينال ألسرز زي اللي بيعملوا هيربس سيمبلكس مثلا، او في سيكشوال ابيوز او تروما. لو لقينا الفاجينا نورمال هنشوف الادوليسنت سيكشواليتي اكتيف لو هو في. تمام. وده صعب في الـ في الـ في الـ في الاطفال يعني، ممكن يكون في sexual transmitted infection test زي الفاجينايتس والريترايتس والسيرفيسايتس والبي اي دي. لو لا ما فيش non specific urethritis او بينو. تمام. هننقل بقى على البيوريا اللي هو ده الكيس بتاعنا. لو اليورين كلتشر نيجاتيف يعني ما فيش اورجانيزم مسبب بي تي اي فيها، هنشوف هل في فاجينال او بينايل ديستشارج فيه، هيبقى فيه sexually transmitted infection. لو ما فيش يبقى البيوريا ديسترويل، وهنشك في حاجات زي رينال أبسس أو ستيفن زونسون سيندروم أو رايتر سيندروم. طيب نخش على الكيس، ودي هي الدياجنوزيس بتاعنا. في بيوريا، البيوريا دي فيها باكتيوريا. تمام. اللي هو عرفنا منين واي بي سيز أكتر من 10 ملليمتر كيوب، وأكتر من 5 بكتيريا موجودة في الهاي باور فيلد. أول نايترويد بوستيف يوريان كالتشر، يوريان كالتشر كالتشر بوستيف. يبقى احنا خلاص اكدنا ان في يو تي اي. هنعمل بس الترا ساوند عشان نتاكد ان مفيش فيفر او سيستميك ساينز انكلود فيفر ار بريزنت. يعني خلاص احنا كده الدايجنوز بتاعنا هيبقى سيستايتس او بايلونيفرايتس. ومن الاكزامينيشن او من الهيستوري اللي احنا خدناها غالبا هيبقى بايلونيفرايتس اللي هي ابر الابر رينال سيستم. والكلمه بسيطه بس في الحته دي يا جماعه لو سمحتوا، لما يجي لك سيستايتس، لما يجي لك طفله بريكرنت سيستايتس او فاجينايتس، من فضل حضرتك زي ما هتحتاج انك انت تعمل لها يورين اناليسيس، اعمل لها راندوم بلاد شوجر. راندوم بلاد ايه يا دكتور؟ الصوت مش واضح قوي. راندوم بلاد شوجر. تمام. This is the first sign of diabetes. تمام. لو جات لك بيري كارنت سيستايتس او فاجينايتس، من فضلك اعمل لها راندوم بلاد شوجر. دكتور وكده المحاضره تكون خلصت، والريفرنس بتاعنا اهي موجود في المحاضره لو حد عايز يخش ويقرا. انا هبقى يعني مش محايده لو اي كومنتد. فدكتور حسين في عند حضرتك اي اضافه؟ لا لا دكتور، يعني ما شاء الله يعني محاضرة من أجمل، يعني أول مرة أسمع يورين تراكت إنفكشن بهذا الاستمتاع وبهذا العرض. يعني مش سايبين حاجة ما شاء الله، يعني حاجات يعني ما شاء الله وكلوسي خالص وجميلة وإندي تي، يعني مفيش زي ما حضرتك قلت يعني. لا بس المحاضرة دي يعني أجمل بكتير من، وفيها معلومات أكتر بكتير يعني كتيرة ما شاء الله يعني يا دكتور. Thank you very much يا جماعة. You didn't even leave one question and I raised in the discussion unanswered. Thank you very much. وبعتذر تاني ودايما بعتذر. الجروبس اللي بتعمل معايا discussion انا عارفة ان انا برهقها زيادة. فالمرة دي بقى كان انتوا حظكوا دبل يعني. لا مدام بنتعلم يا دكتور. معايا وفي نفرولوجي فيعني. ملعبك يا دكتور، ملعبك. Very well done. كده هم دمروا الجروب الثاني يا دكتور يعني. Very well done. نستعد بقى الجروب العمالقة. خش يا شباب. أهم حاجة المقدمة دي. يلا يا مصطفى، هات رجالتك وتعالى. أهو جايين يا دكتور أهو.
انا ما انا عارفه انا مستنيه جهزت جنبي كل المسكنات والاندرال وكل حاجه. ما نبدا بقى؟ طيب يا ريت يلا يا جدعان. تمام ماشي. مساء الخير الاول. دلوقتي هنبدا سي بي ال 4. الاول هنبص بس سريع على الكيس سيناريو اللي عندي. اول حاجه عندي 5 year old child جالي الكلينك عنده فيفر في اللاست 6 مانس اللي فات. كانت الفيفر دي with moderate intensity وكانت بتقعد معاه 3 ايام، ولما كان بياخد انتيبيوتيك كان ما كانتش بتريزولف. والاتاكس دي كان معاها باوتس اوف ابدومينال بين، كانت بتريكوير هوسبيتاليزيشن سيفرال تايمز فور ايفالويشن، يوزوالي كان بنيجاتيف ريزلت. كان عندي اتنين بوينتس مهمين. اول حاجه ان الفيفر كانت بتيجي عنده 3 ايام وبعد كده بتريزولف. ثاني حاجه ان هي اسوشييتد ابدومينال بين. ماشي. بعد كده مفيش اذر سيمبتومز، مفيش سيجنيفيكانت لوس اوف ويت، والابتات كانت كويسه. تريتد مالتيبل تايم مالتيبل تايبس انتيبيوتيك وما كانش فيه اي ريليف. بس فاينالي سبيشالست ادفايزد هي تو ستارت اسيبيوتيك ريجيم اوف ا سبيشال دراج ذات كوز دراماتيك ريسبونس اوف سيمبتومز. بعد كده الاكزامينشن هو فيرلي بيلت نورث تشايلد. الويت بتاعه كان 18 كيلو جرام والهايت كان 106 سنتيمتر. الاثنين على النورمال بروسيفال عادي. التمبريتشر بتاعته كانت 39 سليزيوس والبالس كان 130، فالاثنين عاليين شويه او عاليين يعني. الريسبيراتوري ريت كانت 25 بير مينيت والبلس والبلاد بريشر كان 90 اوفر 60 ملم مركري. هنعلق على دول بعدين. البالر وما فيش بالر وما فيش اكترس. البوينت الجادي مهمه اللي هي الابدومينال اكزامينشن كان وضح لي ان في جاردنج وريجيديتي وتندرنس عند الرايت اليك فوس. بال اكزامينشن الليفر كان سوفت وذ نورمال سبان والسبلين نوت فيل وما فيش اذر سيستم والسيستمز الباقيه كانت نورمال. بعد كده الانفستيجيشنز عند اول حاجه الهيموجلوبين كان 11، هو سلايتلي قليل، هو المفروض يكون في السن ده 11.5 او المين بتاعه 12، هو هنا قليل شويه. الوايت بسيس كانت 25000 هي برضو عاليه. النيتوبلز كانت 88 والامبسايز هنا 12. انا كده ممكن ارلاي عادي على البيرسنت لان انا عندي الكاونت الكامل بتاع الوايت بسيس، فانا عندي هنا النيتوبلز عالي قوي مقارنه بالامبسايز يعني، وده اكيد انديكيشن عشان عندي انفلاميشن. البليتلت كانت 500 بير كيوبيك مليمتر او مليمتر، والسير اكتف بروتين كانوا عاليين وده برضو بسبب ان عندي انفلاميشن. والابدومينال ارت ساوند بالي ان ما كانش في اي حاجه. ماشي كده خلصنا الكيس. اول حاجه هنبص بس سريع كده على شويه بيزك نولج هتساعدنا يعني. اول حاجه الفايتال سنس في التشايلد. الجدول اللي معايا على اليمين ده بيوضح لي ريسبيراتوري ريت. لو بصيت عندي عند سن 5 سنين المفروض الريت يكون من 20 تو 30، انا كان عندي 25 فهو في النورمال عادي. وبرده من الجدول هعرف ان من عند سن 12 التشايلد بيبدا ياخد الريت بتاع الاضل اللي هو من 12 ل 20. تاني جدول معايا على الشمال هو الهارت ريت. انا عندي عند سن 5 سنين المفروض الريت يكون من 75 ل 100، وانا كان عندي في الكيس 130 فهو كان عندي هنا اعلى 15 بيت. دي حاجه بنسميها بالبوشني تاكي كارديا. معناها ايه؟ معناها ان الهارت ريت بيزيد ان ريسبونس تو فيفر، معتمد على رول اسمها لايبر ميسترز رول. بتقول لي ان قصاد كل 1 سليزس بيزيد درجه الحراره بيزيد قصاده 10 في الهارت ريت. فانا عندي هنا تقريبا درجه حراره زياده 1.5 وعندي 15 زياده في الهارت ريت بتاعي. تمام ماشي. بعد كده السلايد اللي بعدها على اليمين معايا الجدول بتاع بلاد بريشر. عندي السن بتاعي كان 5 years old اللي هو تقريبا بري سكولر ايج. كان عندي من 95 to 110 over 56 to 70، وعندي برده كانت في النورمال رينج بتاعي بلاد بريشر. الجدول اللي معايا الشمال هو الهيموجلوبين. المفروض عند سن 5 سنين الهيموجلوبين بتاعي يكون 11.5 to 30.5، فانا عندي كان 11 فهو سلايتلي ديكريز افكتد يعني. وهنعرف يعني هو المفروض عندي الكيس الدياجنوز اللي هوصل له في الاخر 50% من الكيس بتاعته بيكون عندها افكشن على الهيموجلوبين ليفل لانها بتمبير الاستروبيوز تعمل الانيميا يعني. برضه حاجات تبع البيزك نولج هنعرف ايه الفيفر باترنز عشان مش كل فيفر بتيجي بنفس الشكل ونفس البيريودز يعني. اول حاجه هتبقى الانترميتنت فيفر، ودي شكل فيفر بتقول لي ان انا مثلا عندي الفيفر بتجيلي في اليوم شويه فيو اورز اللي هو ممكن ساعه او ساعتين بيحصل فيهم السبايك تمبريتشر، بعد كده بترجع للنورمال تاني بقيه اليوم. ممكن ده يتكرر كل يوم او كل يومين او كل فتره، بس هي بتمشي بنفس الباترن يعني اللي هي بتعلى بعد كده لازم ترجع للنورمال. تاني حاجه هو الريميتنت، هو ان الفيفر لما بتعمل سبايك لمده فيو اورز وبتيجي ترجع تاني ما بترجعش للنورمال، ما بتعرفش ترجع للنورمال. بفلكتويشن اعلى من 2 سليزيس يعني، مثلا لو هي السبايك مثلا وصلت ل 40 سليزيس
لما بتيجي تنزل بتنزل اخرها مثلا 38 ما بتقدرش توصل للنورمال تمبريتشر يعني. ده الفرق ما بينهم وبين الانترنت. ماشي اللي بعد كده السستين فيبر هي من اسمها ان هي بتفضل عاليه طول اليوم ما بتقلش يعني ما بتعملش سبايك وبيفرق عن بقيه اليوم. لا هو طول اليوم ثابت الى حد ما في حدود ال1 سليز يعني هي مثلا لو جت 39 فهي بتفضل قريبه من 39 ما بتقربش حتى من 38 طول اليوم يعني. في رابع باتن عندي هو البريدوك فيبر ده كاركترستيك شويه بيقول لي ان الفيبر بتيجي عندي بتستمر ممكن انا هقول هنا كومنت بسيط بس هقول كومنت بسيط هتستغرب لو انا جبت في الامتحان شكل الفيفر شارت وحطيت لك ما اتكلمتش ولا كلمه انا جبت شكل الفيفر شارت وقلت لك تشوز which of the following patterns of fever probably describe الشرط ده حضرتك هتقدر تقولي لا انا ما اقدرش اعمل كده انا المفروض ابقى عارف يعني بس هو مش بيعمل مثلا شكل سبايك في جروب اللي حضرتك بتكلم يعني الجروب كله عادي يعني مش كده حاجه عاديه جدا يعني مش عارف انا حاسس كده اه لا حاجه عاديه انا بس بفكر يعني انا بحاول اوصل المعلومه ان اي معلومه بتاخدها ممكن تتسقف بيها بطريقه واثنين وثلاثه تمام تمام ماشي بعد كده البريدك فيفر اللي بيحصل ان الفيفر بتيجي بتستمر لمده 3 ايام او اكتر بعد كده بتريزولت لوحدها او ممكن يعني بانتيبيوتيك او بدواء معين انا حسب الكوز اللي مسبب لي البريدك فيفر بعد كده ممكن تتكرر تاني بعد 7 ايام او اكتر المهم عشان اقول عليها بريدك فيفر ان هي تتكرر في 3 مرات او اكتر في 6 مانس زي مثلا في الصوره اللي معانا هنا ان هو في وقت وعنده فيفر وقت تاني ما عندوش فيفر ماشي هنركز بقى شويه الصيد اللي بعدها هنركز على البريدك فيفر لانها هي اللي ريت الكيس عندي في عندي شويه سندرومز او اوردرز مشتركين هم بيعملوا بريدك فيفر دي فمتجمعين تحت اسم بريدك فيفر سندرومز المشتركين في ان هم بيعملوا فيفر ممكن تستمر لحد 7 ايام في بعض الاوردرز منهم وبعد كده بتريزولف ولما بتيجي تدور على كوز غالبا ما بتلاقيش ان في انفكشن او اوتو انتي بودي هي اللي مسببه الموضوع ده ومعظمهم بيكون هيريديتري وليهم جينيتك اوريجين هنتكلم بقى بسرعة على كل كاتيجوري كده. أول واحد عندي هو بريدك فيبر وأسفل سيستماتيتس برينجايتس أند أدنايتس. أول ديسوردر ده هو الموست كومن في التشايلد هود. الكلينيكال فيتشر بتاعته إلى جانب يعني بريدك فيبر بتبقى اللي هي في اسمه اللي هي سيستماتيتس برينجايتس وأدنايتس. الأدنايتس بتبقى في النك وغالبا برضو بتبقى تنسل. التنسلز بيبقى عنده تنسلايتس. وبتحصل في سن 5 سنين وأقل بس يعني هي تنفع عندنا في الكيس عادي. ممكن دخلها في الديفينيشنز بعد كده تاني نوع هو الفاميليال ميديتيريان فيفر هو برضو جينيتكس اوردر بيسبب لي ابسنت اوف فيفر بريديك فيفر برضو بس المميز دي قوي ان هو بقى كومبينيت بين في الاب من نتيجه ان هو بيعمل سيروسايتس وبيحصل مينلي في الناس اللي هم الميديتيريان والميدل ايسترن بي وبيحصل في اقل من 20 سنه بس تيبيكالي بيحصل في التشايلد فهو هنا برضو هنضمه عندنا في الديفينيشنز هنتكلم عليها قدام ثالث نوع عندي هو tumor necrosis factor receptor associated periodic fever وده برضو hereditary autosomal dominant بيسبب recurrent episode of fever بس mainly associated بsevere myalgia وأبدون أتكلم بيبقى associated أو بsevere myalgia ومعها تشد كمل يا كبير انا دقيقه بس كده عم يرجعوا كلهم
يلا بقى نبتدي خلاص كده. يلا تمام ماشي، هنكمل. كنا واقفين عند رقم 3. ماشي، صوتي واضح ولا ايه؟ سامعني؟ سامعين. تمام. رقم 3 هو تيومر نيكروزيس فاكتور ريسبتور اسوشييتد بريديك فيفر. ده برضو بيحصل معاه ابسود اوف بريديك فيفر، تبقى اسوشييتد اكتر ان هي معاها سيفير مايلج. وبرضو من الحاجات الكاركتريستيك ليها ان الفيفر ممكن تكمل معاها اكتر من 5 ايام او اكتر من. ماشي، الاستاذ اللي بعد كده مصطفى، معلش الحته بتاعت البين اند ابدومن في الفاميليال دي، انت قلت ليه؟ معلش ما سمعتش الحته دي. عشان هو بيعمل سيلوسايتس، بيعمل بريتونايتس، وممكن يعمل معاها وجع برضو في التشست نتيجه البلورايتس. تمام، شكرا. ماشي، رقم 4 هايبر ايمونوجلوبينيميا. دي رقم 4 ورقم 5 هم رير. اول حاجه رقم 4 هو برضو بيحصل فيه بريديك فيفر، تبقى اسوشيتد بسكن راش وابدومينال بين وهيدك والليمفادينوس. بس هي بتحصل مينلي في الانفانسي، يعني مينلي بيبقى اقل من سنه، فغالبا هنستبعدها في الكيس عندنا مش هنركز عليها. خامس حاجه هي الكرايوبايرن اسوشييتد بريديك فيفر، دي برضو رير وبرضو بتحصل في الانفانسي مينلي اللي هو اقل من سن سنه. ويبقى مع البريديك فيفر السيمتومز الثانيه بتتغير، هي بارين شويه لان هو ممكن يعني بيأفكت كذا مكان، ممكن يأفكت السكين والجوينت والسنترال نيرفس سيستم والايس، فالكلينيكال فيكشر بتاعته ما بتبقاش ثابته. ماشي، في جدول بقى. ماشي، الاستاذ اللي بعده. ماشي، ده جدول يعني باختصار للكلام اللي انا قلت، يعني ممكن يساعدني ان انا اعرف اعمل اكسكلوجن لبعضهم او اركز على بعضهم. يعني مثلا عندي في الايدج اوف اونست الحاجات زي الاتش اي بي اس والسي اي بي اس هم مين اللي بيجوا في اقل من سنه، فانا غالبا هستبعدهم في الكيس عندي ومش هركز عليهم. وبرده الفيفر ايام برده مش هستبعدها من عندي في الكيس، والكلام ده هنوضحه قوي في الديفرنشالز. عمرو بقى هيكمل. تمام، تم سامعيني كده؟ سامعيني. I'm gonna talk about the question to be answered. For the differential diagnosis and close to differentiate between them, provisional diagnosis and why, investigation and how to reach this, the investigation and how to reach the diagnosis, finally, treatment algorithm to approach for such a case. Kelly? هتكلم في الأول عن الـ differential diagnosis، هو طبعاً الـ most probable الثلاثة دول، في حاجة ثانية بس دول الـ most probable differential diagnosis اللي معنا. أول حاجة الـ appendicitis، وبعدين الـ periodic fever with aphthesistomatitis والـ TRAP syndrome. هنخش في أول حاجة اللي هي الـ appendicitis. الابنسايتس دي طبعا مهمه جدا كديفرنشال دايجنوستس معانا للفاميليال ميديترينيان فيفر. ليه؟ عشان فعلا في حالات كتير بتبقى ميز دايجنوز على انها ابنسايتس، وممكن توصل انها تعمل ابندكتوم كمان باي ذا رونج. فالحاجات اللي تخليني اسسبكت، او في الكيس الحاجات اللي خلتني اسسبكت انها ممكن تكون ابنسايتس، وهي ان في عندي بيريودك لو جريد فيفر باتر. وبرضه ده يخليني اتساءل شويه، هي الابنسايتس اسوشيتد مع بيريوديك لو جريد فيفر ممكن تكون سب اكيوت، والفلايرز دي تبقى حاجه اكيوت، مش هيخليني اكسكلود انها ابنسايتس او لا. الحاجه الثانيه اللي خليتني اسسبكت الجاردنج وريجيديتي، وفي كمان تندرنس في الرايت ايليا الفصه مع الابدومينال بين. كمان في عندي الاكيوت فيز رياكتنت والوايت بيتيس اليفيتد، وكل ده بيخليني اروح ناحيه الابنسايتس. في حاجه ثانيه بقى بتخليني ان انا اكسكلود الابنسايتس النورمال الترا ساوند، ودي برده مش 100% نقدر ان احنا اكسكلود الابنسايتس، عشان في اذر سايتس اوف ابنسايتس زي الديتروسيكال دي مش بيبقى ظاهر في الالترا ساوند اي حاجه. في الحاله دي طبعا انا برده لسه لحد دلوقتي ما قدرتش ان انا اكسكلود، لو كان النورمال الترا ساوند برده بقدر ان انا اكسكلود عن طريق ان كمان مفيش ابنسايتس مش بتبقى تريتد بسنجل دراج، وكمان مفيش الجي اي تي ابس زي الكونستويشن او الدايريا. ممكن تقول دكتور نعم يا دكتور حسين، حضرتك موافقه بس على ابنسايتس؟ leave them to the end يا دكتور حسين، احنا we raised the point دي عشان الناس كانت داخله تقول 100% ما هياش، فلما اتكلمنا في 100% ما هياش قلت لهم على اساس ايه؟
لا ما بنتكلمش على كده، احنا بنتكلم بس يعني احنا بنتكلم دلوقتي هو الولد اللي عنده ده عنده سخونيه بقى لها قد ايه؟ مش بقى لها لا لا لا, لا لا معلش هم they are exposing حاجة إكسترا عن السيناريو، لأن أنا قابلت الكلام ده مع جروب اليو تي آي ومع جروب الفاميليا من الترينير فيفر، إن الناس حتى مش عارفة إن في more than one position for appendix، أو هم عارفين بس مش قادرين يفتكروا. أوكي؟ فإحنا حتى لما تكلمنا قلنا إن دي حاجة إكسترا، أنتوا حتى وأنتوا بتعملوا البرزنتيشن هتقولوا إحنا بنفكركم بالمعلومة، مش كده يا جماعة؟ مظبوط يا دكتور. ماشي بس يعني هما ماشي استناهم يعني يا دكتور. ايوه يا دكتور ده مش البروفيشنال دايجنوز خالص، احنا عارفين خالص هو من جوه الدايجنوز خالص. ايوه هو من جوه خالص عشان الخلط بس ما هو مش جوه خالص. ايوه تمام ماشي هو لسه الخلط اللي كان حصل في السي بي ال زي ما قلت حضرتك. ايوه بالظبط كده كمل. differential diagnosis تاني اللي عندنا periodic fever with aphthous stomatitis and pharyngitis and adenitis. ال cause اللي خليتنا نسسبكت انها السندروم دي هي genetic syndrome عادية او مفيش برضو لحد دلوقتي certain gene معين linked بالسندروم دي، بس هي auto-inflammatory syndrome زيها زي اي حاجة في periodic fever syndromes. الحاجات اللي خليتنا هي في عندنا periodic fever better برضو خلينا نشوف كنا حاجات اكتر. ال fever دي بتlast for 3 days وبت resolve spontaneously كمان إنها early childhood onset والنيجاتيف results ما فيش organic cause معين يقدر يقول لي إنها أو يفسر لي ال symptoms وال signs اللي عند الطفل كده. في كمان ال A ال acute fever action elevated والnormal ultrasound من اسمها. أنا لا عندي oral ulcer ولا عندي abscess ولا عندي stomatitis. أنا تمام من اسمها مش كده ولا إيه؟ exclude طبعاً من اسمها كده الأفتس استوماتيتس دي mouth sores أو mouth ulcers والفارينجيتس دي sore throat وكمان adenitis مفيش swollen lymph nodes في النك. كمان في حتة برضو ليها مش هتexclude برضو 100% إنها مش السندروم دي اللي هي history of tonsillectomy. هو في cases كتيرة بتبقى recurrent طبعا fever و sore throat pharyngitis والكلام ده كله by the wrong بيبقى بيوصل إنهم يعملوا كمان tonsillectomy تونسلايتس ريكارنت تونسلايتس ممكن يعملوا التونسلكتومي. انا مش موافق على الكلام ده. ريكارنت فارينجايتس ممكن المريض يجي بعد اكتر من مره بفارينجايتس اكتر من مره لانها حاجه رير انها ممكن تحصل فباي ذا رونج انه ممكن يعمل تونسلكتومي مش عارف. ماشي بس عدم وجود الهيستوري او وجود الهيستوري از نوت ويز ولا اجينست دي حاجه مش في الكلينيكال بيكتشر. اوكي تاني حاجة كلينيكال بيكتشر أصلا مش ماشي خالص مع الهيستوري بتاع العيان بالضبط. يا حاجة إكسترا ممكن تبقى موجودة أو ممكن تبقى لا مش لازم يعني مش حاجة رول معانا. هي إيه دي؟ التونسليكتم أو هيستوري أو التونسليكتم. يا ابني أنا لا عندي أبسس ولا عندي استوماتيتس ولا عندي هيستوري فارنجيتس. ايوه يا دكتور ما دي مكتوبه في الاجنست ده يعني احنا قلنا الحاجات الوز وقلنا الحاجات الاجنست يعني دي الحاجات اللي هتخلينا نستبعد ان هي بي اف اي بي اف اي يعني الناحيه اليمين ده الحاجات اللي خلتنا نستبعد. هل ده هذا يعني ان انا ثواني بس ثواني هل هذا يعني ان انا هستعرض 13 ديفرنشال دياجنوز للبيودك فيفر عشان اقول هو از ويز اند هو از اجنست؟ لا مش هعرض 13 فاضل واحد كمان وبعدها البروفيشنال. والله يا دكتور والله انتوا توهتوني اتفضلوا. تمام كمل يا عم. ايه اللي بتاعك يا ماشي؟ بعد كده التراب تيومر نيكروزيس فاكتور ريسبتور اسوشيتد بيريودك فيفر سندروم the rare genetic disease بيبقى بيعمل recurrent episodes of fever وكمان بتبقى last more than one week بيبقى associated مع chills and muscle pain. حاجات اللي خلتنا نسسبكت انها السندروم دي ان عندنا هي من البريودك فيفر سندروم. في عندنا بريودك فيفر pattern بيresolve spontaneously with childhood onset كمان في abdominal pain والnegative results اللي قلنا عليها قبل كده والnormal ultrasound. هنexclude عن طريق ان الفيفر دي بتبقى
common انها بتلاست فور مور ذان 1 ويك او 5 دايز الاسوشيشن مع الماسل بين او المايالجيا وممكن يبقى فيه كونجكتيفايتس او المايجراتوري اريثيما والسيفير مايالجيا. طيب دلوقتي هنتكلم عن البروفيشنال دايجنوز بتاعنا المفروض ان هو الفاميليال ميترينيان فيفر ادم يوصل. طيب ده جيناتيك ديس اوردر بيبقى فيه ريكورنت ابسودز من الفيفر ومعاها كمان بين في الابدومن والشيست والجلد. الايتيولوجي بتاعه زي ما قلنا هو جيناتيك فهو عنده جيناتيك بيز بيكون فيه اوتوسومال ريسيسيف ميوتيشن في جين اسمه الام اي اف في. الجين ده في العادي بيكود لبروتين اسمه بايرين. البايرين ده بيعمل سبريشن على بروتين تاني اسمه كاسبيز 1. الكاسبيز 1 ده في العادي بيزود السنسز بتاع الانترلوكين 1 بيتا اللي هو في العادي زي ما احنا عارفين يعني بيزود الانفلاميشن. فلما يكون في ميوتيشن البايرين ده هيبقى شكله متغير او مش هيبقى موجود فالسبريشن مش هيبقى موجود وبالتالي انترلوكين 1 بيتا هيزيد ويبقى في انفلاميشن كتير في الجسم. مينلي بتبقى في السيروزة بتاع الجسم. فالسيمبتومز اللي بتبقى موجودة معانا زي ما قلنا في الأول هي بتيجي قبل سن 20 سنة مينلي في التشايلدهود يعني. فبيبقى في أكيوت أتاك صدن أونست يعني من فيفر ومعاها سيفير أبدومينال بين وتندرنس وجاردين زي الكيس بالظبط. كمان زي ما قلنا إن هو بيبقى في السيروزة فبيأفكت الساينوفيال جوينت والبلور كمان بيبقى فيه بين فيه. في العادي لو سيبنا الشخص ده untreated الاتاك دي هتريزولف في خلال يوم او يومين. الدياجنوزس هو ما فيش يعني definitive diagnosis من قوي ولكن بنعتمد على كذا حاجة. اول حاجة الكلينيكال manifestation احنا عندنا diagnostic criteria بنعتمد عليها. هو في كذا diagnostic criteria ولكن يعني لما دورنا هي ان اكتر حاجة تستخدم اللي هي تل هاشومير criteria. في كمان واحده تانية اسمها سمبليفايد فاميليال ميترينيان فيفر كرايتيريا ولكن هي تلها شمير هي اكتر واحده بتستخدم. بيبقى فيها ميجور كرايتيريا وماينور كرايتيريا. الميجور ان الشخص زي يكون عنده ريكورنت فيبريل ابسس يكون معاها بريتونايتس او بلورايتس او ساينوفايتس اي واحده فيه. تاني حاجه يكون في اميلودوزس اوف اي اي تايب. الاي اي تايب ده اللي هو السكندري تايب يعني لازم يكون في سبب له عشان يزود الاميلويد في السيرم اميلويد في الجسم. فاصلا الاميلويد ده من الاكوت فيز رياكتيف وبالتالي لما يكون في انفلاميشن هو هيزيد جدا وبالتالي برضه هو اصلا الناس الانتريتد فاميليال ميترينيوم فيفر لما بنسيبهم كتير بيكون عندهم ريسك اعلى ان هم يجي لهم كرونيك كيدني ديزيز بسبب الاميلويد كتير بيروح يترصف في الكيدني. ثالث حاجه ان هو يكون عنده فيفربل ريسبونس للديلي كولشيسين. الماينور كرايتيريا بقى احنا قلنا في الاول ان هو البروتونايتس واللي هو السيروزا انفكشن يعني ساعات مش بتكون واضحه قوي فممكن يكون الشخص عنده بس بيجي له فيفر ابسودك فيفر بس فدي بتكون من الماينور كرايتيريا. تاني حاجه بيكون حاجه اسمها ايرسيبلس لايك ريزيما دي بيكون زي بليك كده موجوده في موستلي في اللور ليج. دي حاجه باثوجنومونيك يعني للفاميليال ميترين فيفر. لو هي موجوده هي من الماينور كرايتيريا بتاعه الفاميليال ميترين فيفر هي حاجه خاصه بيه. تالت حاجة ان هو يكون عنده بوستيف هيستوري للفاميليا ميترينيان فيفر يكون في الفيرست ديجري اللي هو عشان هو فاميليا يعني متورث. امتى نقول الشخص ده عنده ديفينيتيف يعني ان هو عنده فاميليا ميترينيان فيفر؟ ان يكون اتنين ميجور او واحدة ميجور مع اتنين ماينر. البروبل دياجنوزس بقى ان هو يكون واحدة ميجور مع واحدة ماينر. طيب في انفستيجيشنز زيادة بنعملها لو الشخص ده بروبل دياجنوزس ساعات برضه بنعملها في الديفينيتيف دياجنوزس. ايه هي؟ اول حاجة السي ار بي. CRB بيكون عالي جدا اكتر من 10. تاني حاجه السيروم اميلويد زي ما قلنا ان هو بيزيد مع اي انفلاميشن وبالذات برضه بيزيد مع الفاميليا ميترينيان فيفر. فبنشوف الليفل بتاعه كمان لو هو الشخص ده بقاله كتير بنعمل مونيتورنج عشان الكيدني افكشن بتاعه. كمان بنشوف الكومبلمنت ليفل. الجينيتك تيستينج بقى ده بنشوفه لو الكرايتيريا ما كانتش ماشيه مش لاقيين اي حاجه فيها او هو مثلا بروبابل دايجنوزس. هو في اكتر من 70 ميوتيشن احنا قلنا اهم واحد فيهم اللي هو في الاول وفي كذا جين ميوتيشن يعني دول موست كومن ولكن هو في اكتر من 70 اصلا ميوتيشن زي ما قلنا فلو هو اوتوسومال ريسيسيف الشخص ممكن يكون هوموجينيس في هوموجينس في سنجل ميوتيشن او هيتروجينس في كذا ميوتيشن.
زي برضو ممكن يكون في ناس الكريتيريا ماشيه معاهم ولكن هم ما عندهمش اي جينيتك ميوتيشن ديتكتد، احنا مش قادرين نوصل لان في جين ميوتيشن ولكن بيكون عندهم الكلينيكال مانيفيستيشنز. بس انا دلوقتي هتكلم عن تريتمنت. اول حاجه احنا عندنا هنا الدراج اوف تشويز او الكولتشيسين، في عندنا 3 مين جولز احنا عايزين عشان التريتمنت ده يبقى فعال في الاف ام اف. اول حاجه ان انا اكنترول اتاك او فليرز اوف فيفر، وتاني حاجه ان انا اعمل اقلل سب كلينيكال انفلاميشن بتوين اتاكس، واهم حاجه ان في موست سيريس كومبليكيشن اللي هي الرينال اميلودوزز احاول ان انا برضو ايه امنعها. طيب ده جيناتيك ديس اوردر او سندروم، طبعا الدراج ده مش هيبقى عباره عن نو كيور تو ذا ديزيز، بس هو في دراماتيك ريسبونس من الديزيز ده بيخلي السيمتومز والساينز تقل زي كانها يعني مش موجوده. طيب انا الدراج ده الكولتشيسين، هو احنا هنتكلم قدام على الميكانيزم اوف اكشن، طبعا احنا عارفين الكولتشيسين ده بنستخدمه في الجاوت اتاكس. طيب بالنسبه للدراج احنا في عندنا 3 مين دوسج، لو هو تشايلد اصغر من 5 سنين 5 ملي جرام، لو هو من 5 ل 10 سنين هديه 1 ملي جرام، لو هو اكبر من 10 سنين هديه 1.5. طيب بالنسبه للدوسج، طيب لو انا مثلا جايب الدوسج دي منين؟ استنى بس جايب الدوسج دي منين؟ 1 جرام جايبها من ام بي سي اي. 1 جرام يا شباب، 1 ملي جرام، ام سوري بس تقريبا لخبطه. ده لما عايزين نبعت العيال للحانوتي 10. بص انا هكتب لكم الدوز بتاعته، كويس هكتب لكم الدوز بتاعته من 0.02 ل 0.03 الماكسيمم 2 ملي جرام بير دي. خلاص هبقول لكم على الدوز بتاعته هشيلها اقول لكم، بس حد يكتب يا جماعه، حد يكتب البتاع دي يبقى الدوز بتاع الكلوشيسين هتتظبط. الدكتور هي المفروض اقل من 5 سنين يبقى نص، ومن 5 ل 10 يبقى 1 ملي، واكتر من 10 1.5. انا هتكلم بقى على ال 2 ملي جرام دي في هنا بقى في الدوز بقى لو انا عايز اظبط الدوز. طيب بالنسبه انا لو اديت الدراج ده بالدوز في بالانيشال دوز وما حصلش ريسبونس او للفيفر او الاتاك، انا ممكن ازود الدوز دي. طيب لو بعد كده انا زودت الدوز وجي حصل عندي ان انا لقيت في كل مانث ان في 1 اور مور اتاكس لمده 6 اشهر، ده هنا هنقول ان هو ايه ريزيستنت، وهنا ممكن اضطر استخدم البيولوجيكال تريتمنتس. احنا طبعا عارفين البيولوجيكال تريتمنتس هي المونوكلونال انتي بودي زي مثلا الانترليوكين 1 انهبيتورز، تمام، وذ ايه كولتشيسين. طيب ممكن تقلب يا احمد ترى. طيب هنا الميكانيزم اوف اكشن هو ملوش سيرتين او سبيسيفيك ميكانيزم اوف اكشن، هو هنا له يعني له اكتر من ميكانيزم اوف اكشن، منها الانتي انفلاماتوري وانتي مايتوتيك وانتي فايبروتيك افكتس. طب الانتي انفلاماتوري طبعا هو اهم حاجه ان هو يقلل السكريشن بتاع الانترليوكينز والسيتوكاينز اللي طالعه من نيوتروفيلز والمونوسايتس، واهمها اللي احنا شفناه في الباثوجينيسيس اللي هو انترليوكين 1 بيتا. تمام، انتي مايتوتيك هو بيمسك حاجه اسمها توبولين اللي هو عباره بيعمل له ديبولاريزيشن، ده بيبقى موجود، ده بروتين موجود في السيل بيبقى مسؤول احيانا في الميتوتيك ديفيجن، فاحنا هنا بنمنع ايه الديفيجن. كمان له افكت بيمنع المايجريشن بتاع النيوتروفيلز للسايت اوف انفلاميشن. اخر حاجه اللي هو الانتي فايبروتيك افكت اوف كولتشيسين، احنا هنا عندنا اللي هو الترانسفورم جروث فاكتور بيتا او الكونكتيف تيشو جروث فاكتورز، فبيطلعوا دول من مين؟ من الليكوسايتس. تمام، دول بيعملوا ايه؟ بيحفزوا عمليه الفايبروزيس والانفلاماتوري اكسبريشن بتاع الميدياتورز والكونكتيف تيشو والاكسترا سيلولر ماتريكس في الحته دي، فبيحصل ايه الفايبروزيس. فالكولتشيسين بيمنع السكريشن بتاعه الميدياتورز دي اللي ممكن تعمل ايه الفايبروزيس. طب تمام، انا ممكن اتكلم على نقطه بس زياده في الكولتشيسين، انت لازم تبقى حذر في حاجه، اهم حاجه من الكومبليكيشنز بتاعته ان هو
لو ثيرابيوتيك اندكس. ايه يعني ثيرابيوتيك اندكس؟ يعني بين الثيرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز مفيش مسافه صغيره، فانت لازم تبقى مونيتور، تبقى يعني مونيتورنج للدوز ولبعض التحاليل هتعملها كل 6 اشهر عشان ما يبقاش معانا التوكسيستي. وهنقول شويه كده في التوكسيستي او الساينس بتاعت التوكسيستي في الكولتشي سين. هنعمل رينال فانكشن تيست وليفر فانكشن تيست يعني every 6 months. تمام. ايه التوكسيستي؟ بدايه التوكسيستي اول حاجه هنعرف التوكسيك دوز، هي لو اكتر من 2 ملي جرام ممكن نخش في توكسيستي، واكيوت يبقى اكيوت وسيفير جي اي تي مانيفيستاشن، نوجيا، فوميتنج، دايريا. تمام. ابدومينال بين. تمام. قلنا عشان نعمل مونيتورنج للتوكسيستي بتاعت الكولتشيسين لازم اعمل رينال وليفر فانكشن تيست every 6 months. تمام. ممكن الالجوريثم طبعا احنا قلنا باي كلينيكال هيستوري اند اكزيمينيشنز، احنا اكسكلود الانفكشن. طبعا انفكشن الباترن اوف فيفر اصلا مش لانفكشن، بلس الانفكشن ده الباترن اوف فيفر از بيرسيستنت، بلس ان هي بتخف مع الانتيبيوتيك. عندنا هنا في كلينيكال هيستوري او الهيستوري بتاعتنا الانتيبيوتيك ما جابتش نتيجه. الماليجنسي سواء عندنا بقى اللي هي الايه الكريتيريا بتاعت الماليجنسي، لوس اوف بيد، لوس اوف ويت، والسبيسيفيك سيمبتومز بتاعت الماليجنسي نفسه مش موجوده. طيب ايه السكند ستيب في الابروتش بتاعي او الالجوريثم بتاع الايه؟ الابدومينال الترا ساوند. طبعا الدكتور هي بس قالت لنا ان احنا نضيف المعلومه دي اكسترا، فاحنا هنعمل ابدومينال الترا ساوند. ممكن لو ابنورمال ابنتيسايتس ده في حال لو هي ممكن نشوفها في الايه في الالترا ساوند. ليه؟ لان احنا عارفين ان ليها 5 ديفرنت بوزيشنز. تمام. منهم زي الريترو سيكال ده ممكن ما نشوفوش ايه بالالترا ساوند. طيب لو الابدومينال الترا ساوند نورمال هنشوف بقى ايه الفاميلي هيستوري، لان احنا عارفين ده ايه هيريديتري ديزيز. تمام. بالنسبه للفاميلي هيستوري لو في دوميننت اور ريسيسيف، دوميننت اللي هو مش هيبقى فيه جينيريشن ميز في النص، بينما ريسيسيف ممكن يبقى فيه جينيريشن ميز ما يبقاش جاله الديزيز ده بس يبقى ايه زي كارير للجين. حلو. طب اكوردنج تو الكلينيكال كلوز. تمام. انا عندي اول حاجه اللي هي ايه تيومر نيكروزيس فاكتور ريسبتور اسوشيتد بريودك سيندروم. تمام. عندنا في الكلينيكال لازم يبقى لونج الفيفر فلير، لازم تبقى لونج مور ذان 5 اند ممكن الكومن ان هي تبقى 7 دايز بلس سام سيمبتومز، منها اكتر حاجه مشهوره اللي هي سيفير مايالجيا وبيري اوربيتال اديما. تمام. عندنا تاني حاجه اللي هي البي اي بي اي، عندنا لازم يبقى فيه برضو بريتك فيفر. تمام. والسيفير اكني والبايوديرما جانجروزم، وطبعا ايه الحاجات اللي قلنا هي سبيشيال بتاعت الماوث ألسرز والتونسلايتس فارنجايتس، دي قلنا ان السندروم دي ودي طبعا مش معانا في الكيس فاحنا هنستبعدها. تمام. تالت حاجه عندنا اللي هي السي اي بي اس. تمام. الكولد كوزز فليرز، عندنا شويه سيمبتومز هنا ما كانتش موجوده معانا في الكيس طبعا، هو النيورولوجيك سواء سيمبتومز الهيرنج لوس الفيجوال تشينج سواء برضو السكن راش والحاجات دي مش موجوده معانا، وبلس ان الديزيز ده بيدي ريسبونس للانترليوكين 1 انهبيتورز او بلوكر. تمام. طب لو عندنا بقى الفاميلي هيستوري ريسيسيف يعني في جينيريشن ميس. تمام. وهنا ريسيسيف دي بتتناسب قوي مع الكيس بتاعتنا بحيث ان ما كانش حد من اهله سواء والدته او امه معاه ايه الديزيز. طب تمام. عندنا اول حاجه الديوريشن بتاعت الفيفر. تمام. 1 تو 3 دايز بالفلير. تمام. بلس السيمبتومز اللي كانت معانا اللي هي السيمبتومز اوف ثيرويدايتس اللي هي البيرتونايتس. تمام. وعندنا حاجه من لو عندنا طبعا قلنا الكريتيريا بتاعت التشخيص، كان من ضمن الميجور كريتيريا برضو ان انت ايه يبقى في استجابه ريسبونس للكولتشيسين. تمام. اخر حاجه اللي هو الاتش اي دي اس. تمام. لو عندنا الديوريشن بتاعت الفيفر من 3 تو 7 دايز. تمام. وعندنا السيرفايكال ادينوباثي
elevated the urine mevalonic acid during attacks. بس وكده احنا وصلنا للدياجنوز بتاعنا في الفاميليا الميديتيريان فيفر. انا عايزه اقول حاجه يا جماعه. دكتور هو الديتيلز بتاعت التريتمنت. You misunderstand my discussion. انا ما قلتش خالص ان البيزك بتاع الالجوريثم هيبقى سونار نورمال ولا مش نورمال. احنا اتكلمنا في الكلام ده بناء على جاب في النولج عندكم. لأن ما قلتش خالص إن البيزك ألجوريثم البريودك فيفر هيبقى أن أنا أعمل سونار عشان أقول هي أبندسايتس ولا هي مش أبندسايتس. دكتور مضبوط، بس حضرتك برضو اللي قلت لنا إن أكتر من 75% من قلت إن ده بيحصل باي ميستيك يا جماعة. أيوة، يبقى لما حاجة بتحصل بس 75% بيشتغل. لا يا جماعة خالص، نهائي عمري ده مكان البيزك بتاع الألجوريثم. يعني حاجة زي كده مش بالأهمية إن إحنا نستثنيها؟ حاجة من الأهمية إن إحنا نكيبت الأور مايند لكن بالأهمية بس أيوة. مش هتبقى ريكارنت أبندسايتس، فهمتني؟ يعني الأبندسايتس مش هتبقى ريكارنت، فهمتني؟ إحنا كنا الديفرنشال دياجنوز بتاعها إن أنت عندك عيان بقاله 6 شهور بيسخن، صح يا شباب؟ وست شهور بيسخن بكاركترستيك باترن، فانت كنت هتقول في الاول ان 6 شهور بيسخن بكاركترستيك باتر ماشي مع البريودك فيفر وماشي برضو مع الفيفر في انون اوريجين، مش فيفر في انون اوريجين. الكرونيك 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 ابنسايتس والسب اكيوت مش ممكن تبقى في فليكس من الفيفر برضو؟ لا طبعا، بس ابدومن البين بس يا شباب، ما بيجيش معاها فيفر. تمام يا دكتور، فهمتوا؟ ادي رقم 1. رقم 2 هي بريودك فيفر، احنا واعتبر اي فيفر اكتر من شهر بنعتبرها ايه؟ فيفر اوف انون اوريجين. اي فيفر اوف انون اوريجين حتى لو كانت بيريودك فيفر لازم تستبعد الاوتو اميون ديزيز والانفكشن والماليجنس. ايوه، ما دول اول نقطه يا دكتور. ما انت مش كتبتش في الديفرنشال دايجنوزيس فوق، ما لان الكلينيكال هيستوري نفسها استبعدها. يعني ايه؟ يعني فيفر اوف انون اوريجين لما وصلت البريودك فيفر مثلا دخلت ناحيه كاتيجوري معين مش هيخليني افكر اصلا في مثلا انفكشن او اوتو اميونيتي تقعد 6 شهور. يعني انا لما وصلت 6 شهور معايا الكيس دي يبقى خلاص هي بقت بريودك، فوداني الانتيتي ده على طول. بعدين لو انفكشن كان اكيد ادى انتي بيوتيك. بص عشان افهمك مش احنا قلنا في الاول ان اي دي القاعده وان اي حاجه ليها استثناءات، فهمتني؟ مش احنا قلنا كده في الاول خالص، اي فيفر بعد شهر لازم اكسكلود الايتيولوجي بتاع الفيفر في انون اوريجين. دكتور يعني لو حضرتك جالك كيس العياده وبيقول لك عندك خنامه 6 شهور، حضرتك هتفكر في انفكشن؟ ده اول حاجه هاكسكلود الانفكشن اصلا. أيوة، ما لما يقول لك انها من 6 شهور وان هي بريودك فيفر. احمد أيوة. انت نفسك عندك انفستيجيشنز قال لك ان هو عمل كل الانفستيجيشنز، ذس مينز ان هو حاول يكسكلود الانفكشن. ايوه، يعني حاول يكسكلود الانفلاميشن انها اتشالت بالهيستوري والاكزامينشن، ما احتاجش ان انا اطول معاه. بصوا يا جماعه، انتوا الدكتور حسين، ثانيه واحده يا دكتور حسين، انتوا والدكتور حسين بتتكلموا من 2 بوينتس اوف فيو هما اكستريم. دكتور حسين عاوز يبتدي فروم ذا سكراتش، انت بتبتدي ديبندنج على انك انت خلاص اتحصرت في الكاتيجوري اوف بيريودك فيفر، ان الفيفر دي بتيجي كل وقت معين وان هي بقى لها 6 شهور بتحصل ان سايكليك باترن وان هي امبروفد على مونوثيرابي، مش كده؟ مظبوط، من الهيستوري اللي معايا. تمام، دكتور حسين بيتكلم على انه اي فيفر ما تشخصتش بتمر في التفكير بالمراحل دي، تمام؟ لكن هما ممكن يا دكتور حسين، لان حضرتك في الكلوز بتاعتك في السي بي ال اديتهم ان هي بريودك وسايكليك وان هي ريسبوندنج على مونوثيرابي، زي ستارتد ان هما يحصروا نفسهم في البريودك فيفر سندرومز اونلي اللي مش منهم الابندسايتس خالص. اوكي ماشي يا دكتور، بس هو في فكره بس عايز نقول حاجه، ان بعض الماليجنسي وبعض الانفكشن ممكن تيجي ببريودك فيفر،
يعني انا هقول على سبيل المثال الملاريا مش دي انفكشن؟ مظبوط. ممكن تيجي بيريودك فيفر عادي. مالجنسي زي الليمفوما ممكن يجي بيريودك فيفر. ففي البدايه لازم تكتب الديفرنشال دايجنوزس انفكشن ومالجنسي قبل ما اكسكلودنج الاثنين. انا بكلمش يعني قبل ما تاكسكلود قبل ما تدخل في سكه الهيريديتري بيريودك فيفر. تمام يا دكتور. اي دي اكس 1 سلايد تو بي ادري يعني بقى قصه السونار ومش السونار والكلام اللي انتوا عاملينه ده. تمام. اه طيب ثاني حاجه العيان ده يا جماعه اللي هبحطه لكم. ثاني حاجه يا جماعه العيان ده عنده ديزيز محتاج ان ده لايف لونج مش كده ولا هو هيخف؟ لا لايف لونج طبعا. فين الفولو اب؟ ما هو احمد الاردني شرح اللي هو قال ان هو كل 6 شهور هيتابع بالتحليلات بال يورين رينال فانكشن تيست يورين اناليسز عشان يتاكد من الاميلوتوز ديبوزيشن ونسبه السي ار بي والاميلوتوز برضه. ده عشان الكولوشيسين ولا عشان حاجه ثانيه؟ لا عشان الكومبليكيشنز بتاعت الاف ام اس. كومبليكيشنز المرض اللي هي مينلي بتبقى في رينال كومبليكيشنز بسبب الاميلوتوز ديبوزيشن وعشان برضه الكومبليكيشنز بتاعت او السايد افكت بتاع الدواء لو وصل التوكسيدو عشان نارو ثيرابيوتيك اندكس. تمام تمام. الالجوريزم ده لازم وايز يعني هم تابوا والله دكتور في البرزنتيشن. سؤال بس. ده والله شغلكم كويس والله شغلكم كويس بس حد شايل ان هم ما تعبوش زي ديت ا فيري جريت ايفورت على فكره دكتور. نعم. هو لو احنا شلنا الالترا ساوند اصلا واعتمدنا على الفاميلي هيستوري كده يبقى الالجوريزم يعني تمام. فاميلي هيستوري اللي هو ريسيسيف اور دوميننت في تحديد السندروم. وانت هتعرف منين يا ابني فاميلي هيستوري اصلا في الالجوريزم ده؟ ده هيبقى وان اوف ذا كاتيجوري يعني بوكس. تمام. يعني بلس دكتور اللي هو الكلينيكال بيكتشر. ايوه الكلينيكال. ايوه بالظبط هي دي الاساس. هي دي الاساس الكلينيكال بيكتشر. هي دي الاساس. تمام تمام. احنا ممكن نعدل الالجوريزم عليها. بصوا الاف ام اف ليها كلها شمول كرايتيريا. الترابز ليها كرايتيريا. الفابا ليها كرايتيريا. وخلوا بالكم ان يعني اقول حاجه للمجموعه كلها بس البرزنتيشن اللي اتعملت دلوقتي بالترابز ودي فابا بتفرش للاسبوع الجاي. احنا هنبقى اكسبوز ليهم تاني الاسبوع الجاي. طب يا دكتور في الالجوريثم يعني دلوقتي وي هاف تو اكسكلود اذر كوزز اوف فيفر اوف انون اوريجين ابارت فروم بقى دكتور حسين هيظبط معاكم الالجوريثم. اوتو اميون وانفكشن ومالجنسي مش في الاول خالص قال لك اكسكلود الاوتو اميون والانفكشن والمالجنسي. تمام في الاول خالص اول الالجوريثم بتاعك. تمام هي النقطه دي بس اذر وايز النقطه دي بس. لا مفيش حاجه زي الفل زي الفل وهظبط لكم جرعه الكوتسين. ماشي ماشي يا دكتور. دكتور معلش عندي سؤال بس اتفضلوا. هو دلوقتي الديتيلز بتاعت الكولشيسين بقى دي والميكانيزم اوف اكشنز والديتيلز بتاعت ثانيه واحده يا دكتور حسين لو سمحت. انا مالي يا ابني انت المفروض جاي لي عارفهم. ما انا فاهم بس يعني هم كان في ديتيلز كتير قوي الديتيلز دي حضرتك ما خدتهاش مش عارف هو بيشتغل ازاي عشان تبقى عارف السايد افكت بتاعته هتبقى ايه. انا لا انا بتاعت فارما يا دكتور عليك في التفاصيل. ثواني بس اقول عليا صفحات عن الكولشيسين لو سمحت يعني ده اقل حاجه. ده احنا كاتبين تفاصيل ده هما تو سلايد اوكي. هما تو سلايد. ثاني حاجه حضرتك انا دي حضرتك المفروض جاي لي عارف الكلام ده. لو ما انتش عارفه لو انت عارفه ما تذكروش. لو انت مش عارفه روح راجعه. انت زي ما بتقول مش مطلوب مني في الاطفال لكن هو مطلوب من حضرتك في الطب. يعني مطلوب من حضرتك طالما هتكتبه لطفل وهيتكتب عندي في البريسكريبشن في الاطفال لازم تبقى عارف السايد افكت بتاعته ايه. سامع يا دكتور حسين؟ ايوه دكتور. ما انا كاتب السايد افكت ما انا قايل لهم. يعني انا بس عايز اقول لكم ان دكتور حسين كان مصمم يجيب لكم سؤال عن السايد افكت بتاعت كل شيء. كان تعرفه اعمل ايه بس. سامع يا دكتور حسين؟ خلاص يعني يا جماعه مفيش حاجه اسمها علينا في الاطفال. يعني ايه عليك في الاطفال؟ يعني حضرتك هتكتب لي دواء لطفل ما انتش عارف هو بيشتغل ازاي؟
ما انتش عارف يستدي الفلش بتاعك وتعمله فولو اب. وانا دلوقتي مش مطلوب مني برضه دكتور اكتب دول طفل يعني. مش عارفة هيطلب من حضرتك امتى؟ لا لا يا دكتور هو بس ثانية واحدة بس يا دكتور حسين لو سمحت، هيطلب من حضرتك امتى فانت؟ اما اتخرج مثلا واخد ابقى سبيشاليست في البيدياتريكس. لما تبقى سبيشاليست في البيدياتريكس هم احنا بندرسك فارما ليه؟ طب من اجل الفارما كلها لما تبقى سبيشاليست نبقى نعلمك. ما عشان اخد البيزكس، ما ينفعش اتخرج ومش عارف اسم الدواء يعني. يعني حضرتك خدت الكولشيسين ده في البيزك فارماكولوجي ليه؟ ولا ده حاجة احنا اخترعناها يعني؟ هو اكيد مطلوب مني يا دكتور، بس يعني ايه دكتور؟ ما هو يعني الطب في الاخر مش بيتجزأ، بس هو انا مش هينفع ابقى مذاكر كل حاجة بالديتيلز بتاعت الامتحان. ما كده انا ما طلبتش من حضرتك كل حاجة، ما طلبت حضرتك السي بي اس اللي انا درستها. ماشي دكتور، احنا خدنا كورسين دي برضه في الماسكل سكيلت اللي خدناه في محاضرة الجوت، كان نازل سلايد. كويس كويس، يعني مش اول. انا مش عايز انت سلايدز والله. هات سلايد. ثانك يو يا مستر. انا عايز الميكانيزم في اكشن وسايد افكت، عايز انت سلايدز والله. طب وشربتك عندك في الحاجات دي كلها؟ رايت دوز رايت، ده رقم يا ابني، مش هو ده المتوقف عليه سايد افكت. انا عايزه رايت دوز ميكانيزم في اكشن سايد افكت، ده دواء هتمشي عليه الطفل مدى الحياة حضرتك. يا شباب انتوا في الماتش يا جماعة. ماشي تمام، شاكرين جدا جدا. We enjoyed being with you the whole day الحقيقة. مرسي يا دكتور حسين، it was a very successful week. Thank you very much. أنا عن نفسي هخرج خلاص. طب دكتور عليك. كان عندي سؤال قبل حضرتك ما تخرجي. نعم. حضرتك قلتي لو جه second duty eye بالسيم أورجانيزم بنسميها إيه؟ عشان ما سمعتهاش بس. Re-infection. Recurrent بأورجانيزم. الريكارنت لازم يكون ديفرنت اورجان. تمام، ميرسي يا دكتور. العفو.